مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة ويوم جديد من المحترف في الدوري المصري. الحقيقة امبارح كانت نهاية موسم أكثر من رائع للنادي الأهلي، طبعا بعد الفوز على نادي المصري بنتيجة 2-1 في دور الثمانية لكاس مصر. الحقيقة النادي الأهلي بينهي مشوار رائع، مشوار موسم ولا أروع. كل الأرقام القياسية وكل البطولات اللي شارك فيها النادي الأهلي في هذا الموسم كان الحقيقة نجاح ساحق جدا جدا جدا. النجاح ده الحقيقة ما بيجيش من فراغ، يمكن بعد يمكن السنتين اللي فاتوا وكان في بعض يعني عدم التوفيق في الحصول على بطولة الدوري، ليه طبعا أسباب كلنا عارفينها. الحقيقة النادي الأهلي امبارح بعد هذه المباراة اللي قدام حضراتكم، مباراة كانت مباراة مميزة الحقيقة من جانب كمان النادي المصري اللي قدم أداء أكتر من رائع، ولكن يأتي دايما النادي الأهلي وعايز أقول لحضراتكم وحقرر الكلام ده كتير، مش أندية كتيرة تقدر إنها في مباريات خاصة مباريات الكاس إن يجي فيها جول في الدقيقة 95 وإن أنت تفكر إنك ترجع للمباراة وتفوز بهذه المباراة. الحقيقة مباراة امبارح كانت الحقيقة تتويج لمجهود كبير جدا جدا خلال موسم طويل، وكان يعني من العدل انها تنتهي هذه القصة بالوصول للمربع الذهبي لكأس مصر. مباراة امبارح مباراة كانت زي ما بقول لحضراتكم مباراة كأس لا تحتمل القسمة على اثنين، والنادي الأهلي كالعادة يعني بيحقق نتيجة في اعتقادي كانت نتيجة جيدة جدا. بعد تقدم النادي المصري في الدقيقة 95 قدر النادي الأهلي طبعا عن طريق علي معلول وعن طريق طبعا القندوسي انه يفوز بهذه المباراة وينهي الموسم عفوا ينهي الموسم بشكل اكتر من رائع. الحقيقة خلاص يعني الموسم انتهى، مستر كولر ادى اجازة وخلاص الناس دلوقتي في اجازه، ولكن احنا بنعمل ريفيو للموسم اللي فات. يمكن الاسبوع اللي فات مع حضراتكم راجعنا ارقام قياسيه للنادي الاهلي، لكن ما كانش لسه الموسم انقضى. لكن بعد انتهاء مباراه امبارح الحقيقه الواحد لما بيرجع وبيشوف هذا الموسم الرائع بيتضح ان في نجاحات على جميع المستويات. هنبدا بنجاحات على مستوى مجلس الاداره واختيار مدرب واعد ومدرب قدير اسمه مارسيل كولر. مجلس الإدارة بيوفر كل الإمكانيات وبيوفر الأجواء الإيجابية والعمل كمؤسسة كبيرة بتعمل بشكل احترافي كبير جدا جدا، وبالتالي في نظام وفي سيستم وفي مؤسسة تدار بشكل أكتر من رائع من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. بينعكس ده على الجهاز الفني، الجهاز الفني أدى دور أكتر من رائع الحقيقة. لو اتكلمنا على دور الإدارة الفنية في هذا الموسم هتلاقيه لو أي حد مكان هذه الإدارة ياخد سنوات، يعني ممكن يقعد سنتين ثلاثة لغاية ما يوصل للنتيجة اللي عملها خلال الشهور اللي فاتت. على مستوى الأداء الجماعي وكلنا عارفين قد إيه مارسيل كولر عمل شكل مختلف للنادي الأهلي في الأداء الجماعي، وبقى فيه سيستم واضح للعب النادي الأهلي، ما بيغيبش عن المنافسين، ولكن بيستطيع النادي الأهلي في كل مرة أنه يتفوق ويفوز وبأداء جيد وبنتيجة جيدة. على مستوى الجماعي كان في أسلوب أكتر من رائع. طيب على المستوى الفردي، على مستوى تطوير اللاعبين كمان مارسيل كولر خلال الشهور القليلة اللي فاتت قدر الحقيقة أن يطور من بعض اللاعبين بمستوى يعني مستوى عالي جدا، وصلهم لدرجة من الإمكانيات سواء على المستوى الهجومي أو المستوى الدفاعي إن يوصل بيهم لأكتر يعني السقف العالي بتاع قدرات هذه اللاعبين وصلت مع مارسيل كولر في شهور عديدة. بنتكلم على محمد هاني، بنتكلم على محمد عبد المنعم، بنتكلم على حسين الشحات، بنتكلم على بيرسي تاو، بنتكلم حتى على شريف طبعا اللي يمكن ما شاركش عدد كبير ولكن كان ليه دور مؤثر جدا. بنتكلم كمان على مروان عطيه، مروان عطيه حضراتكم عارفين ان كان ادواره شويه مختلفه في نادي الاتحاد. مروان عطيه كان بيلعب تقريبا 8، عنده النزعه الهجوميه اكتر شويه، لقينا شكل مختلف لمروان عطيه في النادي الاهلي وبقى محور اداء في وسط الملعب
وبقى هو رقم 6 الأساسي في النادي الأهلي. فده تغييره مش سهلة أن مدير فني يغير من إمكانيات لعيب أو يكتشف إمكانيات لعيب في فترة زمنية قليلة. فعلى المستوى الإدارة الفنية أعتقد حدث ولا حرج، نجاحات على كل المستويات. تحديات كانت كبيرة جدا خاصة في البطولة الأفريقية بيعديها النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين، تحديات على مستوى الكاس في مباراة امبارح بيعديها بشكل أكتر من رائع، الدوري بعد توقف كبير جدا أو مؤجلات كتيرة النادي الأهلي بيرجع وبيفوز بمعظم 90% من مؤجلاته، وبالتالي الإدارة الفنية قامت بدورها. كمان ما ننساش دور اللاعبين الحقيقة اللي كان ليهم كمان دور، بنتكلم على إدارة، بنتكلم على جهاز فني، بنتكلم كمان على لاعبين، اللي اللاعبين كان عندهم استجابة سريعة جدا للمدير الفني الجديد بسيستم جديد بنظام جديد، نظام صارم جدا ولكن يتسم بالاحترام. كل لعيب داخل منظومة النادي الأهلي يكن احترام كامل لمارسيل، ومن طبعا الحاجات اللي لازم تعرفوها ان النادي الأهلي يمكن النادي الأكثر بتاع النادي الأهلي، تقريبا كل اللعيبة اللي موجودة في السكواد شاركوا بشكل مباشر وبعدد دقايق يعني معين، اللعيبة اللي موجودة شاركت، وده شيء كمان يحسب. يعني كان في من سنوات قريبة كان يمكن السكواد بتاع النادي الأهلي انت يعني بتشارك 13 14 لعيب بالكثير، النادي الأهلي السنة دي الحقيقة كل اللعيبة اللي موجودة بشكل كبير، حتى لعيب زي وشادي حسين وعلي لطفي وايمن اشرف يمكن هو اللي ما شاركش شويه، لكن كل اللعيبه اللي بتكلم عليهم عندهم مشاركات مع النادي الاهلي في المباريات. نتكلم كمان على عنصر الشباب، عناصر الشباب كانت موجوده وسنحت ليهم الفرصه انه يشاركوا، شفنا كريم الدبيس وشفنا رأفت خليل واحمد حسن كوكا وفخري ومحمد اشرف ويعني وزعلوك ومعتز محمد اللي ان شاء الله هيكون له مستقبل كبير جدا جدا. فالحقيقه شيء يحسب اولا للاداره الفنيه لكولر، ويحسب كمان للاعبين اللي كان عندهم اصرار وعندهم عزيمه ان هم يؤدي رغم التحديات الكتيره زي ما بقول لحضراتكم انهم يوصلوا للليفل دوت من المهاره والليفل ده من الاصرار، لان زي ما بقول لحضراتكم فرق قليله جدا جدا في العالم خاصه في مباريات الكاس انها يعني بيجي فيها جون في الدقيقه 95 ولكن بتعود تاني. عندنا يعني لقطات كتيره جدا جدا من تحديات للموسم اللي فات على مستوى بطوله افريقيا اللي احنا يمكن فزنا بيها بجداره، وقد ايه كان في تحديات في دور المجموعات فاختصارا للكلام الحقيقه موسم اكتر من رائع، وزي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي بينهي الموسم بشكل مميز جدا جدا، وبيستعد بقى خلاص اللعيبه كلها خدت راحه وبيستعدوا للبري سيزون وتحديات كثيره قادمه ومباريات وبطولات في انتظار النادي الاهلي الموسم اللي جاي. اجازه مارسيل الكورال كمان ادى اجازه للعيبه زي ما بقول لحضراتكم في تجمع وفي معسكر بيعد من الان للبري سيزون الفتره اللي جايه علشان يكون كمان فتره الاعداد، خلي بالكم فتره الاعداد بتبقى مهمه جدا في بدايات السيزون وبتاثر على الفريق في رحله الموسم بالكامل. فكل الحقيقه كل الامور مترتبه بشكل جيد، بنهني مجلس اداره النادي الاهلي، بنهني كولر واللاعبين على هذا الموسم الرائع الاستثنائي الحقيقه اللي قدمه النادي الاهلي في كل البطولات. ده كمان بياخدنا لي يعني زي ما بقول الحقيقه عجبني جدا في مؤتمر صحفي بعد المباريات اللي بيتكلم فيها مارسيل على الجزئيه اللي كانت مهمه جدا ان اللعيب المصري يوصل له هذه الثقافه. وبتكلم على ثقافة المفروض إنها تكون موجودة حتى في الناشئين وولادنا الصغيرين، إيه هي الثقافة ديت اللي موجودة في أوروبا من يعني بتتكلم عليها من سنين طويلة جدا والناس بتشتغل بدون أي مشاكل، هي عملية أنا أساسي ولا احتياطي؟ أنا بديل ولا مش بديل؟ الحقيقة لما تسأل كولر في إحدى المؤتمرات الصحفية قالوا له على النقطة دي، قال أنا بالنسبة لي ال 11 اللي بيلعبوا المباراة هم دول اللعيبة الأساسية، لكن ما عنديش لعيب أساسي ولعيب احتياطي، كل يوم بشتغل مع اللعيبة والسكواد بتاعي بشتغل مع 25 بشتغل مع 30
هو دوت السكواد بتاع النادي الاهلي، ما عنديش حد لعيب اساسي ولعيب احتياطي. وده ظهر الحقيقه في الروتيشن اللي عمله بشكل اكتر من رائع، يعني ما تقدرش تقول يعني عندنا لعيب اساسي. في قوام اساسي للفرقه ما فيش شك، لكن ما تلاقيش مثلا لعيب بيقول لك لا انا ما بلعبش بقالي 7-8 ماتشات، لا بيشارك بشكل عدد دقائق معينه في اوقات معينه. بنشوف قبل كده محمد طاهر، وبعدين شفنا حسين، وبعدين بيرسيتا، وبعدين كهربا، وبعدين شريف، وبعدين بنلاقي اليو ديانج قاعد شويه، وبيلعب عمرو السوليه عنده اصابه، بنشوف فخري، عبد المنعم اساسي، وبعدين بيطلع وبيخش ياسر ابراهيم، عندنا علي معلول موجود بشكل طبعا اساسي ولكن في بعض البدايل، شفنا خالد عبد الفتاح مكان محمد هاني. شفنا الحقيقه الروتيشن اكتر من رائع يعني بيقدمه كولر، وبيوصل زي ما بقول لحضراتكم المهم في النقطه دي، ان لازم يخش جوه دماغ اللعيب ان انا جزء من الفريق، ان انا مش منفصل، ان انا ماليش دور. كل واحد موجود في فريق النادي الاهلي عارف ومتاكد ان هو هيكون له دور. الدور ده هيجي امتى؟ دي مهمه كولر وده دور كولر، وانا ماليش دعوه، انا بادي تدريباتي بشكل جدي جدا، لازم بالتعليمات يعني لغايه ما يجي وقت وهخش ادي بشكل كويس. وده اللي كمان ادى الشكل الرائع لمستوى النادي الاهلي خلال الموسم الكامل الحقيقه، يعني 99 او نقدر نقول 95% من الموسم الاهلي كان بيقدم بشكل اكتر من رائع رغم التغيير والروتيشن اللي عمله كولر. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم بدات او خلاص ثقافه لعيبه النادي الاهلي دلوقتي ان احنا سكواد كامل، وان احنا لينا ادوار معينه في الموسم، وهذه الادوار بتوزع عن طريق المدير الفني. عندنا بطولات كتيرة جدا الفترة اللي جاية، عندنا بطولة الدوري السوبر الأفريقي الحقيقة الجديد للنادي الأهلي بيستعد له للمشاركة فيه ضمن أو مع 7 أقوى فرق في القارة، البطولة الجديدة، البطولة العملاقة اللي نظمها الكاف، وعنده اهتمام كبير جدا جدا بهذه البطولة. والحقيقه كمان امبارح بالليل الكابتن محمود الخطيب على يعني ذكر هذه البطوله استقبل وفد اللجنه المنظمه لبطوله دوري كره القدم الافريقي في النادي الاهلي، وده جه على هامش طبعا ورشه العمل الكبيره اللي بتقوم بيها هذه اللجنه في مقر النادي لعرض الصور النهائيه للبطوله على الفرق المشاركه، واللي يمكن ادارها المهندس خالد مرتجي في حضور الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ووفد اللجنة المنظمة، وكان كمان مندوبي الاتحادين الأفريقي والمصري متواجدين خلال طبعا الجلسة، ووفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرة القدم الأفريقي عرض التصور النهائي للبطولة وموعد القرعة والفرق المشاركة ودور الأندية والاتحادات الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي والمصري في الجوانب التنظيمية، طبعا فضلا عن القواعد الخاصة باللوائح البطولة نفسها، موعد انطلاقها امتى، قيمة الجوائز المالية، زي ما بقول لحضراتكم قيمة مالية كبيرة جدا تصل ل 6 مليون دولار لبطل هذه المسابقة، اعلى بكتير جدا جدا من اللي بيحصل طبعا او اللي بيفوز بيها بطل دوري ابطال افريقيا، ولكن دوري الابطال ليه رونق خاص وليه معزه خاصه وليه يعني كده شكل خاص لجماهير النادي الاهلي، ولكن زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي مطالب انه يكسب كل البطولات. النادي الاهلي كمان زي ما حضراتكم عارفين اختار استاد القاهره، هو ده اللي هيكون الملعب الرئيسي في البطوله، عشان كده يمكن وفد الكاف قام بجوله يعني بيتفرج على استاد القاهره متابعه الاستعدادات لهذه البطوله ومعرفة آخر المستجدات الخاصة بالاشتراطات المطلوبة في الاستاد للمشاركة في البطولة. يعني مثلا الوفد تفقد مثلا المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة، أرضية الملعب بشكل كبير، راح وشاف غرف الملابس، المناطق الخاصة بالتواجد الإعلامي ومرافق الاستاد، واطمن على سير العمل وفق طبعا الشروط المطلوبة في يعني الاستادات التي تستضيف هذه البطولة الكبيرة. والحقيقه البطوله دي دوري يعني دوري كره القدم الافريقي او الدوري السوبر الافريقي بيمثل قيمه جديده الحقيقه للبطولات في الكره الافريقيه، يعني بطوله جديده ليها رونقها، عندك 6 مليون دولار ان شاء الله تكون موجوده للبطل، ان شاء الله يكون بطلها النادي الاهلي. والنادي الاهلي الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم كل بطوله بيخشها عينه على البطوله،
هتضيف قيمة كبيرة جدا للنادي الأهلي على مستوى القيمة التسويقية والمكاسب المادية. قدام حضراتكم طبعا دي لقطات من زيارة وفد الكاف في طبعا مقر النادي الأهلي، وبعد كده راحوا ده استاد القاهرة بيتفقدوا الحقيقة الملعب زي ما قلت لحضراتكم. الناس أكيد مبسوطة، استاد القاهرة من المؤسسات ومن الاستادات القوية جدا على مستوى أفريقيا، ولكن بيطمنوا على أرضية الملعب شكلها عامل إزاي، المقصورة الرئيسية عاملة إزاي، كمان المرافق هتكون موجودة شكلها عامل إزاي، كمان أماكن البريس زون أو التواجد الإعلامي والمركز الإعلامي هيكون موجود إزاي. الحقيقة كل دوت الوفد بيقوم بيه، والحقيقة أدى إعجابه الشديد واستعداد طبعا استاد القاهرة ليكون الملعب الرئيسي للنادي الأهلي في هذه البطولة الكبيرة. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم بطولة مهمة للنادي الأهلي، بطولة بتضم بجانب النادي الأهلي 7 فرق أفريقية على مستوى عالي جدا، بطولة جديدة، والنادي الأهلي إن شاء الله يكون بطل هذه البطولة، لأن زي ما بقول لحضراتكم على مستوى التسويق 6 مليون دولار رقم لا بأس به، رقم كويس جدا بيساعد في استثمارات النادي الأهلي، لكن بجانب الأموال دايما النادي الأهلي بيبص للبطولات ويعني ضرب الأرقام القياسية في عملية الحصول على البطولات، وهو ده النادي الأهلي. طيب النهاردة الحقيقة عندنا كلام كتير جدا كمان عن مباراة النادي الأهلي والمصري اللي كانت طبعا في دور الثمانية، وصول النادي الأهلي لربع نصف النهائي في كاس مصر. هنأجل الكلام عليها شوية لأن عندنا 2 ضيوف كبار، عندنا كابتن فتحي نصير والكابتن عمرو الحديدي، هنتكلم بالتفصيل عن هذه المباراة، وعندنا كمان لغة الأرقام والإحصائيات مع طبعا المميز الدكتور أحمد بيومي اللي محضر لنا الحقيقة أرقام رائعة عن النادي الأهلي، وهنتكلم كمان على صفقة رضا سليم طبعا لاعب الجيش الملكي المنضم حديثا للنادي الأهلي، وإمام عاشور بلغة الأرقام والإحصائيات مع الدكتور أحمد بيومي. هيكون لنا كمان فقرة حوارية زي ما قلت لحضراتكم مع 2 كبار من نجومنا، نجوم النادي الأهلي كابتن فتحي نصير وكابتن عمرو الحديدي، نتكلم كل تفاصيل النادي الأهلي في الموسم اللي فات ده هنتكلم عليه، وكمان ما يستعد ليه النادي الأهلي الفترة اللي جاية، لأن التحديات زي ما بقول لحضراتكم إذا كنا عملنا موسم تاريخي وموسم أكتر من رائع، فبينتظرنا كمان موسم الحقيقة مهم جدا جدا وموسم صعب جدا. بقول لحضراتكم من دلوقتي عدد مباريات كبيرة جدا للاعبي النادي الأهلي سواء على المستوى المحلي في الدوري وفي الكاس، أو على مستوى السوبر الأفريقي، أو على مستوى كاس العالم للأندية، أو على مستوى المنتخب المصري ومشاركاتهم مع المنتخب المصري. كل التوفيق للاعبتنا إن شاء الله وللنادي الأهلي في الموسم اللي جاي. طيب يمكن من ساعات قليلة النادي الأهلي بيشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ، والحقيقة بيشيد بما قدمه للنادي، وجه النادي الأهلي الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، يمكن بعد سنوات طويلة خدم من خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وبكل أمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر من منظومة العمل الحقيقة الإدارية إنجازات محلية وقارية. جاء ذلك خلال اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف، كمان في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة عبر الجميع عن يعني تقديرهم الكامل والخاص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ، خاصة أنه أحد أبناء النادي الأهلي اللي يمكن أكيد حافظوا على قيمة وثوابت النادي الأهلي ولم يتأخر يوما عند طلب الاستعانة بمجهوداته. استحق التقدير في ذات الوقت، كان هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة. وكمان الكابتن محمود الخطيب عرض على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوا إلى مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم وعضو بلجنة التخطيط طبعا للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة. خالد بيبو بنقول له مبروك مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي، ووليد سليمان ينتقل إلى رئاسة قطاع الناشئين في النادي الأهلي. قرر النادي الأهلي
طبعا تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل كمدير للكرة بمنظومة الفريق الأول. جاء طبعا القرار خلال الاجتماع اللي عقده زي ما بقول لحضراتكم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف عام على الكرة النهاردة مع لجنة التخطيط زي ما شرحت لحضراتكم، وكمان الكابتن وليد سليمان كمان هيكون هو رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي. الحقيقة اختيارات رائعة جدا، الكلام رايح وجاي، ولكن عايز أقول لحضراتكم الثقافة العامة في العالم تبقى عاملة ازاي. كابتن سيد عبد الحفيظ أدى أداء رائع ولا أروع في خلال السنوات اللي فاتت، وكان دايما عند حسن الظن، يعني تفاني في العمل بشكل كبير جدا. كان في مراحل من المراحل كان الكابتن سيد عبد الحفيظ تحت ضغوط كبيرة جدا، قدر بنجاح ساحق أنه يخرج من هذه الضغوط. عدد البطولات وعدد المباريات اللي كسبها النادي الأهلي وعدد 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 من النجاحات دي بتدل على نجاح الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن عملية تغيير المناصب دي عملية مؤسسية، عملية في كل أنحاء العالم، والأندية الكبيرة عندها هذه الجزئية. مش معنى خلينا نطلع بره ثقافة اللي هو إيه اللي حصل، هو إيه المشكلة، هو ما فيش مشكلة، يعني ما فيش مشكلة خالص. كابتن سيد عبد الحفيظ قدم دور أكتر من رائع خلال سنوات طويلة جدا جدا، رؤية جديدة وكوادر جديدة. ودايما بقف عند كلمة كوادر. الكوادر يا جماعة مش لازم تبقى يعني يبقى كبير قوي في السن عشان يبقى، لا، احنا عندنا كوادر، والنادي الأهلي شايف ان عنده كوادر ممكن خلال السنة اللي جاية او السنوات اللي جاية يكون ليها ادوار مؤثرة جدا وإيجابية جدا في النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ دور معين قام بيه كمدير للكرة، امتياز، وكل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ على كل ما قدمه من خلال هذا الملف، لان دوره مش هينتهي من النادي الأهلي. انا عارف سيد كويس وعارف قد ايه حبه للنادي الاهلي، وان النادي الاهلي قال له على اي حاجه هيكون يعني ما بين قوسين كده كلنا خدامين للنادي الاهلي ما فيش شك. فالدور ما بينتهيش، ولكن الادوار بتختلف. الكوادر في المؤسسات الكبيره لازم يكون في كوادر، وبتخلق كوادر جديده، وبتخلق عندك بنتكلم على الموارد البشريه، موارد البشريه كل ما يكون عندك موارد بشريه عندها الثقافه وعندها القدره على القياده، ليه لا ونشوف كوادر عندها عمر يعني سنها مش كبير. لو اتكلمنا على الكابتن خالد بيبو حدث ولا حرج، الراجل عنده نجاحات على مستوى قطاع الناشئين، لسه عنده كمان دراسات على مستوى الإدارة. محدش يقول لك لا ده هو مالوش خبرات، لا، هيكتسب الخبرات من خلال تعامله، ولكن هو كمان مؤسس نفسه كويس قوي من خلال طبعا الدورات اللي حصل عليها تحت قيادة الفيفا على المستوى الإداري. ده شيء يحسب جدا لإدارة النادي الأهلي والخالد، انه بيثقف نفسه عشان لما يخش هذا المنصب يكون عنده القدرة وعنده البصيرة ان هو يشتغل ويبقى خطوات ثابتة على الأرض. فزي ما بقول لحضراتكم يعني انا افتكر السبورت دايركتور بتاع نادي لايبزيج مثلا من الانديه الكبيره، قعد سنتين ثلاثه عمل نجاحات كبيره جدا، ولكن في تغيير في الاداره، في دفع بعناصر جديده، فده مش عيب ابدا الحقيقه، وده شيء لا يقلل من المجهود الكبير العظيم اللي قام بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ. وده شغل مؤسسي بدرجه اولى، لان زي ما بقول لحضراتكم الثقافة اللي عندنا لازم تتغير، لازم يبقى ندي فرص لكوادرنا، ولازم نأهل ولادنا بشكل كويس عشان لما يكون عندنا مدير للكورة سنه صغير هيقعد له 10 سنين أو 5 سنين أيا كان، يبقى عندك كوادر عندها ثقافة وعندها خبرة. موضوع الخبرة دوت اللي بينطبق على لعيب الكورة بينطبق على أي عنصر الحقيقة. موضوع الخبرة ديت مهم جدا، وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم النهاردة في تغيير في الشكل الإداري للنادي الأهلي، لكن كل التوفيق لكل طبعا من يخدم النادي الأهلي طبعا، والكابتن سيد عبد الحفيظ حدث ولا حرج، وكل التوفيق للكابتن خالد بيبو والكابتن وليد سليمان. طيب قبل ما نخرج نسيبكم مع تقرير، لأن عندنا النهاردة الحقيقة ملفات كتيرة جدا، هنرجع تاني زي ما بقول لحضراتكم التقرير دوت عن وصول أو نهاية موسم بوصول النادي الأهلي لنصف نهائي كاس مصر. هنشوف التقرير دوت بعديه، نطلع لفاصل
وبعد الفاصل عندنا لقاء مع نجومنا اللي مشرفينا النهارده في المحترف، الكابتن فتحي نصير والكابتن عمرو الحديدي. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نرحب بنجومنا وضيوفنا النهارده في المحترف، في الكابتن الكبير فتحي نصير. كابتن فتحي مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن هاني، دايما بتنورنا وببقى سعيد جدا بوجودك يا كابتن. انا بسعد بسعد ان اشوف هاني رمزي المحترف، هاني رمزي اللي بدا في النادي الاهلي من سنين وحتى الان وكل يوم بتحلاوة عن كده. ربنا يخليك يا كابتن، بتشرفنا وتنورنا. صديق الملاعب حبيبي كابتن عمرو الحديدي. حبيبي يا كابتن هاني، منورنا دايما عمور. حبيبي يا كابتن، انا مبسوط اني موجود مع حضرتك وكابتن فتحي. طبعا دايما متالق يا عمرو، دايما متالق. ربنا يخليك. يمكن كنا قبل الفاصل بنتكلم على مجلس الاداره وبعض القرارات، كمان كان في نعي من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب في وفاة حرم طبعا الراحل رئيس النادي الأسبق الكابتن صالح سليم. مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب قدم نعي لأسرة المتوفية رحمة الله عليها، ويا رب الصبر والسلوان لأهلها وحبايبها. نخش على ملفاتنا يا كابتن فتحي، لأن عندنا ملفات كتير النهاردة الحقيقة، وخلينا نبدأ معاك بنهاية موسم. نهاية موسم كان موسم ولا أروع للنادي الأهلي، في مباراة كانت صعبة الحقيقة، مباراة النادي المصري في دور الثمانية في كأس مصر. شفت تاني إجماليا نهاية الموسم إزاي، والمباراة دي شفتها إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن هاني، نهاية الموسم عادة بتعبر عن أن كل فريق من الفرق اللي هي في الدوري وصلت لإيه؟ للكمال او للانجاز او نقول ايه، الطب في الناحيه الفنيه، الناحيه البدنيه، صحيح، كل الناحيه الخططيه. لكن نظام المسابقه وصل فرقه النادي الاهلي امبارح ان المباراه تبقى صعبه عليها، ونشوف ان في اكسترا تايم في مباراه. في الوضع الطبيعي لو النادي الاهلي بكامل هو بقوته، بس أين القوة؟ استنفذت، مفقودة، خلاص اتفقدت القوة، لأن طول الموسم تداخل البطولات، تقابل المباريات وتعادلها ورا بعض، كل ده خلى اللعيبة مش هقول مش مركزة. ما هو الجهاز العصبي ده مش احنا اللي بإيدينا، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الجهاز العصبي عشان يخلي الناس جهاز العضلة تشتغل، يخلي الناس يقدر اللاعب يستوعب، يقدر اللاعب ينفذ، يقدر اللاعب يجري، يقدر اللاعب يباصي، يقدر اللعب. فطبعا لما بيحصل خلل في الجهاز، الكمبيوتر عندك ساعات بيهنج. الفرقه كانت مهنجه بسبب ايه؟ طول الموسم تقابل المباريات اللي هي مختلفه مع بعض، وبطولات كثيره وتحديات كثيره. انت عارف لو بطوله طبعاً واحده اللعيبه ما جرالهمش حاجه، لكن ده كذا بطوله. انت هنا بتلعب كاس، انت هنا بتلعب دوري، انت هنا بتلعب افريقيا، انت هنا بتلعب كاس قديم، انت هنا بتلعب كاس جديد سوبر، بتلعب سوبر. الحاجات دي كلها خلت شكل نهايه الدوري مش بالجمهور عايزه، لكن الجمهور لازم يتوقع واحنا لازم نتوقع ان عدم الانضباط وعدم الترتيب في السبع ثمان شهور السابقه، رغم النادي الاهلي حصل على كل البطولات اللي شارك فيها، فدي نتيجه. ما مش عاوزين نضغط ونقول اللعيبه وحشين او بالعكس، جمهور النادي الاهلي متفاهم ان الامور كانت على فكره. ما احنا كسبنا المباراه يعني، هاخد من كلام حضرتك عشان عمرو كمان اكيد ليه رؤيه للمباراه. وزي ما قلت في الانترو، نهايه موسم زي ما الكابتن فتحي قال، جزء كبير جدا من الارهاق البدني للعيبه، ولكن مش من الفرق الكتيره في العالم انه في خاصه مباريات الكاس ان يجي جون في الدقيقه 95 وناقص دقيقتين على المباراه، انك ترجع للمباراه وتكسب المباراه في الوقت الاضافي. ده بيديك برضو عمرو انطباع على شخصيه النادي الاهلي واجمالي الموسم. يعني الحقيقه كان هيبقى يعني مش هيبقى عدل قوي ان انت تنهي الموسم واللعيبه تروح اجازتها. هم عندهم نوع من الحزن شويه للخروج من كاس مصر، ولكن كان عندهم اصرار رغم التعب ان هم يحققوا الانتصار على فريق قدم مباراة جيدة جدا، فريق نادي المصري. بص يا كابتن هاني، أول حاجة هنقسم الموقف اللي حصل للنادي الأهلي. هو الجزء الأخير هو مباراة امبارح، تمام، اللي ما قبل يعني النادي الأهلي بنقول مواسم مش موسم واحد، تلاحم كذا موسم ورا بعض. هنقول بقى اللعيب الكورة وصل لغاية إيه.
حققت التارجت اللي انت طالبه في بطوله افريقيا يبقى انت اشتغلت بنسبه 85%. المباريات المؤجله ليك حسمت لك الموقف انك انت عارف لو حسبتها بالورقه والقلم عدد المباريات ان انا لو كسبتها هوصل وهيبقى في فرق بيني وبين الاول والثاني والثالث وابقى حققت الموقف ده. احنا كلاعيبه مصريه بيجي لنا رياحيه معينه او راحه معينه بتوصل مثلا ل 50% انا خدت بطوله افريقيا وحققت مباريات 39 مباراه بدون هزيمه انا ماشي في معيار نجاح وتالق وتتويج اول الدوري. بنضيف 10% كمان يبقوا وصلوا لل 60. عدد الاجهاد اللي حصل لعيبه النادي الاهلي وصل بيها ان امبارح لو انا فكرت في كل لعيب هقول درجه التحامات ومجهوده البدني ما تعداش من 20 ل 25%. بس اول لما دخل في النادي الاهلي جون الاهلي وصل لل 120%. انا شفت ضغط في قيمه دقيقتين بالظبط. ايه اللي يخلي حسين يكمل ولا جلاسي ويغير اتجاهه ويضغط ويضغط عشان ياخد الكره ويخش الصندوق ولا بيرستاو ولا 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 قفشه كام حاجه كده ظهرت من جوه لعيبه النادي الاهلي الشراسه الهجوميه. جاب جون التعادل وبعد كده ضغط لغايه اما جاب الجون الثاني بتمريره من قفشه للقندوسي لتغيير وخلق مساحه لنفسه ووجه هدف اكثر من رائع. الثلاث دقائق دول لل 117 دقيقة حسموا كاس مصر بأداء بأسلوب عشان عارف ان الدوري الكاس مصر هيتأجل للسنة الجاية. لعيبة النادي الأهلي يا كابتن يمكن حضرتك قلتها كذا مرة خلاص فترة الراحة اللي خد فيها قرار الكابتن محمود هي قرار حاسم. مجرد ان احنا قلنا الراجل الناس فرحت بيه وشالته وقعدت تحدفه في الجو اما في مباراة الاتحاد قال لهم انا هديكوا يوم واما كسبوا اما اديهم يومين. يعني اضاف يوم اليوم بالنسبه لهم هو ده الامله. بس بقى كابتن هاني حضرتك نجم كبير واحترفت في احسن انديه العالم كابتن فتحي في وجوده للاجيال كلها احنا كلاعيبه مصريه ما بنعرفش نريح نفسنا. الراحه بالنسبه لنا بتسمع من الاقارب والحبايب والصحاب والسوشيال ميديا والكلام دي احد دي امور مفتعله للامور النفسيه بتقلل مني كتير جدا بتضغط عليا. يعني حسين شحاب بيلعب عنده مشاكل والموقف والشيبي والموقف هيتوقف ولا مش هيتوقف كهربا هم بقوا مليون ولا 500 ولا 12 ولا 6. بس خلينا اتكلم معاك عمرو وحناش برضو كابتن فتحي مر عليه اجيال كتيره وعاصر اجيال من لاعبين كتيره جدا والعصور اختلفت يا كابتن دخول السوشيال ميديا ودخول الميديا فده غير شويه. لكن خلينا نتكلم لو لعيب محترف ما بين قوسين فعلا لعيب كره محترف لازم ياخد اجازته دي. وحضرتك كنت مدير فني كمان قدير جدا ان المديرين الفنيين واحنا بره بيقول لك يعني يوم في المانيا مثلا يقول لك حتى في اجازتك ما تتفرجش على كوره او ابعد عن كل حاجه ممكن تضغط عليك من ناحيه الكوره ابعد تماما خد اسرتك وروح مكان استمتع باجواءك استمتع بالوقت اللي انت هتقضيه مع اسرتك بعيدا تماما عن كره القدم يعني ما تفكرش خالص في الكوره. فده جزء مهم في حياة اللعيب الجزء اللي هو بيتكلم عليه عمرو عملية الراحة انك فعلا تستفيد من الراحة ديت انك تبعد عن السوشيال ميديا خالص انك تقفل كل حاجة انك تستمتع بوقتك ريلاكس وفي نفس الوقت بتأدي برضو بعض التمارين التمهيدية اللي انت من خلالها ترجع برضو واقف على رجليك شوية. فكل ده محتاجين نغير ثقافة اللعيب المصري دي يا كابتن. نغيرها يا كابتن هاني اولا ان انا ابعد اللاعب يعني أنا بسميه العزل الكامل يعزل نفسه عن أي نشاط لكرة القدم سواء في أن تشوف مباراة تتابع مباراة صحيح صحيح تقرأ عن مباراة أنك أي أخبار عن أي حاجة في كرة القدم. ليه؟ أنت لما هتشوف مباراة ما تقولش أنك بتتعب أنك يعني ما بلعبش ده أنت المدرب أنت كنت مدرب لازلت مدرب وعمر مدرب بعد المباراة بيطلع دماغك ده مصدع ومشغول ليه؟ لأنك أنت لعبت المباراة بعينيك وبفكرك الجهاز العصبي عندك عمال بيشتغل في عينيك بتتابع من غير ما يحس وممكن بيتفرج فأنت بتطلع صح مصدع إذا الجهاز العصبي اشتغل عشان كده بقولك نعزله خالص حتى ما يشوفش مباراة. ليه؟ لأن عاوزين نريح الجهاز العصبي مش موضوع ريح الجهاز العضلي بس أو الجهاز التنفسي او الجهاز الدوري كل ده ما فيش فايده في جهاز عصبي هو اللي بيتحكم في
لاعب كرة القدم هو اللي بيوصله، هو اللي بيوديه للإصابة، هو اللي بيقلل منه الإصابة، هو اللي بيخليه يجري طول المباراة، هو اللي ما بيخلوش يجري طول المباراة. ده بعيد كل البعد عن المدربين وعن اللاعبين الموجودين دلوقتي، كيفية التعامل مع الجهاز العصبي اللي هو بيتحكم في كل حاجة في لعب كرة القدم. صحيح. وبالتالي انت عايز تعزل، انت في ألمانيا قلت بيعزل، تروح 45 يوم ولا 15 يوم يعني ولا 20 يوم، يعني ما بتوصلش 45 لكن لا. مثلا شهر هو اللي بيحصل، بيقول لك من الافضل ابعد خالص، تروح تلعب سباحه، بس بيديك برنامج، يقول لك اول مثلا اول 5-6 ايام راحه سلبيه، روح بعد ال5-6 ايام دول ابدا خش الجيم، في برامج محدده هو بيحطها لك عشان تبدا ما تبعدش يعني ما ترجعش بدنيه واقع. لكن عمليه انك تخش تحت ضغوطات او تحط نفسك تحت ضغوط معينه او يبقى عندك نشاط غير مناسب لكره القدم، يعني كان في بعض الناس مثلا بتقول لك روح نعمل اسكي، او في بعض الناس هنا كان في مصر اللعيبه بتروح تلعب دورات رمضانيه او لا او لا او لا. الكلام ده منتهي تماما يعني في عالم كره القدم. تروح تلعب سباحه مثلا، السباحه دي طبعا بتعمل ريلاكس لكل عضلات الجسم، مظبوط، وبتخليك مفكوك وكل، لان السباحه دي بتخلي كل عضله في عضلات جسمك تعمل. صحيح. فاذا لما تروح، روح سباحه، روح شويه جري ماشي يعني على البلاج، اقعد شويه استرخاء، بعد كده العب العاب غير كره القدم، العب تنس على خفيف، هتخليك برضو الحضرات والعضلات بتاعتك تتحرك وايديك تتحرك ونظرك بيتحرك. صحيح. لانك بتربط بين العين والكره، برضو في الملعب في العين والكره، يعني الالعاب البعيده عن كره القدم. صحيح. بالتالي دي هتخليك جاهز لاي مباراه. طيب عمرو، عايز اخد رايك في عمليه بعد هذا الموسم الطويل جدا للنادي الاهلي. الحقيقه النادي الاهلي من الفرق القليله اللي تقريبا كل السكواد شارك في المباريات اللي فاتت، سواء على مستوى افريقيا، على مستوى الكاس، على مستوى السوبر، حتى على مستوى الدوري. نجاح الاداره الفنيه في ده كان عامل ازاي؟ عمليه الروتيشن كانت بتدار ازاي؟ وده قد ايه كان ليه مردود ايجابي على وصول النادي الاهلي لاكتساحه لكل البطولات الموسم ده؟ هو اول ما كولر جه على مباراه السوبر بتاعه الزمالك كان بيدرس لعيبه النادي الاهلي وبيدور على كل واحد، ما فيش مدير فني يا كابتن هاني بيفكر ان هو يقرا تقارير من مدير فني اخر او يشوف. هو الراجل في الفتره اللي قعد فيها ابتدى يتفرج على مباريات النادي الاهلي، ممكن يقرا ولكن هو ليه فيجن معين. بالظبط. وهو شغال اتفرج على مباريات النادي الاهلي، ابتدى يتعامل مع جهازه المعاون، اندويا في حته معينه، ميكيري في تحليل اداء، جامبريلي في المساعد، وصل بحته معينه في وجود الكابتن سامي والكابتن سيد، بياخد حاجات منهم للعيبه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. شفنا بعد شويه الراجل لما بيطلع في اي مؤتمر صحفي يقول لك انتم مستغربين ان انا بتكلم من الحته القدامانيه اللي هي حته الفيرود، انا ما عنديش فيرود صريح اشتغل معاه. ابتدى الراجل بقى يكيف نفسه على القماشه اللي موجوده، ابتدى يطور من الاداء الجماعي والفردي. بدا بمحمد هاني، فضل يتفرج على بيرس تاو لغايه ما شفي تماما عشان ياخد منه، طور من اداء حمدي فتحي قبل ما يغادر ويروح وكرة. مظبوط. نفس الكلام مع الو ديانج، الو ديانج اللي هو رقم 6 انت بتحتاجه في مباريات معينه 6، بس مروان حلله اللغز ده، مروان بقى هو الفانوس السحري بتاع كولر اللي بيعمل له طريقه 4-1-4-1. طور من اداء حسين الشحات وعمل الروح التنافسيه ما بين حسين وما بين عبد القادر، ما بين طاهر ما بين بيرستاو، ما بين كهربا وما بين شريف، قفشه والقندوسي وانا شغال، ضم لهم كوكا. انت بتتكلم يا كابتن هاني على 34 لعيب شاركوا مع النادي الاهلي بما فيهم صغار السن، محمد عبد المنعم ولا رامي ولا ياسر ولا متولي ولا خالد عبد الفتاح اللي استعملته هاف وباك وباك ليفت وسيرد باك، كل الكلام ده. المكان الوحيد اللي هو قال انا ما بحبوش انكم تكلموني على روتيشن دي هو حراسه المرمى، ما فيش حاجه اسمها حارس يقف ماتش وماتش. فالراجل في عز ما هو بيعرف النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بامكانياته، درس لعيبه النادي الاهلي كلها. أكيد. وابتدى يشوف لاخر لحظه اللعيب رقم واحد عنده هو جماهير النادي الاهلي اللي بتفرح وبتفرح كل اللي حواليها، وابتدى يستعمل امكانياته واسلوبه داخل الملعب. ارتفاع الاداء البدني على لعيبه النادي الاهلي وشفناه امبارح لما وصل 120 دقيقه، 4-5 لعيبه فرقه مصر وقعوا، شد اصابات كتيره. صحيح. نفس الكلام الاسلوب وطريقه اللعب على الورق 4-3-3، بنشوف 4-2-3-1، 4-1-4-1، 4-3-4-4-2، شكل اللعب
بيستعمله ان القماشه جاهزه ان هي تغير زي ما هي عايز. وشفناه ده في مباراه الرجاء اما خد منذر الكباير في حته معينه واجبره ان هو يلعب بفرود واحد ويضغط عليه، فعمل له كثافه عدديه في نص الملعب، خد من المباراه اللي هو عايزه. ويمكن ضيعنا اهداف في تونس اكتر من اللي احنا ضيعناها في مصر. شفنا اداء كتير ليه، شفنا كيمياء لايقه على لعيبه النادي الاهلي. صحيح. زي ما انا بقول الكلمه دي، يمكن انت حضرتك ما بتحبش الجمله دي، انت حضرتك سيطرتك واسلوبك وشخصيتك بانت على لعيبه النادي الاهلي. اختياراته في الصفقات، اختياراته في اللعيبه، اختياراته في المراكز اللامركزيه اللي احنا شفناها في لعيبه النادي، احنا مش عارفين ده شغال ازاي وده بيلعب الحقيقه إيه؟ الحقيقه عمرو زي ما انت بتقول، وهروح للكابتن فتحي، ان هو بقى في شكل النادي الاهلي، في سيستم واضح في اداء النادي الاهلي. دي نجاحات كابتن فتحي على مستوى الاداره الفنيه. لكن انا لما اتكلمت حتى في الانترو دايما النادي الاهلي نادي مؤسسي. نجاحات مجلس الإدارة كمان الحقيقة في فترات كانت صعبة جدا، في عندنا سنة اللي فاتت خسرنا الدوري وخسرنا الكاس، كان عندنا بعض يعني الإخفاقات لأسباب معينة، ولكن العودة بقوة والعودة أنك بتكتسح كل البطولات. دور مجلس إدارة النادي الأهلي اللي في اعتقادي يعني ماشي بشكل احترافي بشكل أكتر من رائع. حضرتك كمان من الناس اللي عندها ثقافه كبيره جدا جدا في الاداره، شايف اداره النادي الاهلي ازاي الفتره اللي فاتت وهاخد من دوت، وكمان استعداداتها للموسم اللي جاي هيكون عامل ازاي؟ اداره النادي الاهلي يا كابتن هاني بتتعامل من زمان، هي مش الاداره دي، بتتوارث النظام. صحيح. الهدوء، تقفل على نفسها، ما بتنهارش، ما بتفكرش، ما فيش قرارات انفعاليه، على طول بتركز وبتدرس ايه اسباب الاخفاق، ليه احنا خسرنا دي، ليه خسرنا المباراه دي، ليه ما قدرناش نكمل، ليه ما وصلناش في كده. والتحليل ده كان بيحلوه، وبعدين بيبداوا يتكلموا في الكوره اللي هو كان كابتن محمود الخطيب وكابتن حسام غالي، كانوا هما الاثنين على اساس انهم بتوع كوره في المجلس، وبينقلوا فكرهم الكروي للناس عشان ما ينفعلوش. كل واحد يقول لك لا شيلوا فلان واللعيب ده مشوه واللعيب، اهدوا اهدوا. فالهدوء مهم جدا. صحيح. المخ بيبقى كويس ويفكر كويس لما نكون هاديين. هديوا انهم يعرفوا اخطائهم ايه داخليا، ولم تعلن وما اتكتبتش في الاعلام ولا في الجرايد ولا في اي حته ولا في القناه، ما قالوش اي حاجه اسبابنا ايه، لكن راحوا يعالجوها من خلال الموسم الجديد. احنا ناقصنا في الحته دي ايه، كانت في مشكله عندنا في وسط الملعب، عشان كده جابوا مروان، فكل قدر ان هو يتوفق. مش موضوع ان انا اجيب عدد كبير من اللعيبه، ما هو المباراه 11 11، عمرها ما هتبقى 14. فال 11 ده اذا انا عايز واحد في الحته دي يحل اي موضوع، ولانهم بتوع كوره وكولر كمان، قبل ما يجي كولر كمان لانهم فكروا في الحاجات دي، فجابوا مروان حمدي على اساس ان هو يبقى موجود في الحته دي يقدر يقفل لهم هنا. فكروا برضو ان ازاي يتلاعبوا مع اكرم اصابات وراجع من اصابه وكان كويس، ما كانش حصل اصابه، لكن هل هم فرطوا في هاني؟ ناس كتير كانت تقول لك مشوا هاني. فعلا حقيقي مش اتقال الكلام ده، لكن لا، هم لهم بعد نظر. لولا هاني السنه دي احنا ما كناش، يعني اكرم اتعور، النجوم الموسم. طبعا طبعا. وبعدين البديل بتاعه راح متعور، ودي ما تحصلش. صحيح. تفاجأ ان القصه دي، الاقي الراجل اللي جاي راح من ملعبه اهاني وانتظم. وحته ان الحاجات الغير متوقعه، انت في مباراه امبارح اصلا عندك السرد باكين او الاثنين بتوع الوسط متعورين واللي موقوفين، فلعبت خالد وبعدين خالد راح متعور كمان، يعني ده ايه ده؟ فمالكش بديل بره، غير ان انت عندك لعيبه تعمل تغييرات داخليه، ودي ميزه لعيبه النادي الاهلي، ان لازم يكون في لعيبه طبعا كتيره يا عمرو عندهم يقدروا يلعب في اكتر من مركز، وده بيبقى اوبشن للمدير الفني بشكل كبير. مهم جدا للمدير الفني. صحيح. ان يكون عنده لعيب بيلعب في اكتر من حته، يعني زي هاني بيلعب في اكتر من مكان، وبعدين عندنا خالد عبد الفتاح بيلعب اكتر من مكان. فاجئنا لتاني مره طاهر بكرايت، طاهر لاعب باك يمين ولاعبها الفخري بكرايت. فيعني اذا
هي الاجزاء من مباراه برضه عشان يعني تبقى عندك قدرات معينه في وقت معين من مباراه ممكن تؤدي نص ساعه كويسه، لكن مش هيبقى ده الاساس. فالمرونه التكتيكيه دي لعيبه النادي الاهلي تبقى مكسب للمدرب، والمدرب ليه دور في ده يعني طبعًا. ليه دور انه يقنع اللعيب لا انت قادر تلعب ديت، لان لو اللعيب ما اقتنعش مش هيقدر. لا مش هنفذ، ما هو اللاعب لازم يكون عارف ان انا بقدر العب دي والعب دي والعب دي. حتى حراسة المرمى برضه في لعيبه لازم تتمرن على حراسة المرمى. تحصل كتير في ماتشات تبص تلاقي ما عندكش حارس مثلا، طرد وفقدت انت خلصت تغييرك، هو لازم يتمرن. ده حاجات طبعا نادره، لكن برضه بيبقى لا اي احتمال ممكن يحدث في كره القدم لازم تفكر فيه كابتن. يعني في 98 هفكر الكابتن كابتن جوهري يدور في الحته اللي في القلب، فقام لاعب كمونه ومدحت، حط الكابتن هاني دفندر الشيشيني واحمد حسن. انا عارف انا همسك زمام الملعب بالجزء ده الجزء اللي في العمق. الاطراف كانت موجوده، الاطراف كانت مجلس رضوان وكان عماره، الاطراف موجوده والحته الهجوميه موجوده، اما الحته اللي هتامني هي حته القلب. هي دي، هو بيفكر في مروان ومحمد عبد المنعم. اهم الخط الطولي ده بالنسبه له مروان الفقري محمد عبد المنعم. هو ده يعني الشناوي، يعني بدايه العمود الفقري مروان الفرود بقى اللي موجود كهربا اللي هو بيخلق لنفسه مساحات من العمق عشان هو يعتبر مش فرود اللي هو بيجيد الاسيست. وخلي بالك كمان يا عمرو انت، خلي بالك احنا بنتكلم على حمدي فتحي كرقم 8 وبزياده هجوميه، ده ما ظهرش غير في يمكن كولا. مع كولر ومش على طول، مش مع اول ما جه هو بدا يزق حمدي فتحي لما لقى عنده عايز يلعب بثلاثه، فبدا يدي مهام معينه لحمدي فتحي. انت بتلعب 8 تواجدك جوه ال 18 لازم يكون كتير، يبقى فحمدي ظهر في الجزئيه دي او اتوظف في الجزئيه دي بشكل كويس قوي. دي نقطه. النقطه الثانيه عكس كده مع مروان عطيه، كان ده دوره في الاتحاد بالظبط. لما جه النادي الاهلي هو شاف ان ممكن جدا يتوظف 6 اللي هو قدام السردباكين اللي هو المحور المدافع تيبيكال 6 ويبقى موظف في الحته دي، فلقينا استجابه كبيره جدا من اللاعب وان اللاعب بيأدي بشكل معين. فالنقطه دي مهمه جدا للاثنين، مدير فني قادر يشوف امكانيات لعيب وكمان لعيب قادر ان هو يستوعب ويستجيب لده. ده انت شايفه في كولر ازاي، واللعيبه اللي قدر يشتغل معاها غير اللي انا قلتها ازاي. بص يا كابتن، انت عندك 3 لعيبه بيلعبوا 6، ديانج وحمدي ومروان. جميل. مع ان مروان هو اصله في الاتحاد 8. انا امبارح شفت حاجه كابتن هاني، قعدت وانا كنت في احد القنوات بتفرج، قفشه كان بيعمل دور باك ليفت في ظهر علي معلول وزياده العلي وحسين الشحات. الراجل قال لك انا عايز حاجتين، اللعيب اللي عندي اللي موجود في النادي الاهلي لعيب كلاسيك، انا عايز لعيب مودرن متطور. لعيب مودرن متطور يطور من نفسه كل شويه، وانت الكوره معاك وانت فاقد الكوره. يمكن الكابتن فتحي الجمله بص على اللي انا بقولها، وجود السليه حته هجوميه، حمدي فتحي غريبه بالنسبه لنا، الو ديانج ان يزيد ويعمل جبهه هو وحسين هو وتاو وهاني متابع. غريبه بالنسبه لنا. انت حضرتك بتشوف 6 تملي من نوعيه مروان دلوقتي، وهتبقى من نوعيه اكرم توفيق في المنتخب الاولمبي اللي هو 6 الثابت اللي بيعرف يلم اطراف الملعب، بيميل على الجنب اليمين حسب الهجمه وبيميل ناحيه الجنب الشمال وبيعمل الربط ما بين الخطوط وبعضها. مروان على كل الاسماء اللي حضرتك بقولها لك دي يا كابتن هاني، كل الاسماء دي مروان فحر اسم من ذهب في الوقت ده، ماتش واثنين وثلاثه بياخد مان اوف ذا ماتش في المكان ده، بيصلح للراجل او بيعلي للراجل كفاءه معينه في اداء خطه باسلوب، ما بيقلقش اي هجمه مرتده بتيجي على النادي الاهلي قبل ما بتوصل لمحمد والياسر بيكون مروان بيتعامل معاها. وفي اكتشاف ثالث لكولر، كوكا في الحته دي لعيب مميز. صحيح. باك ليفت هتعوزه، هاف ليفت هتعوزه، ديفندر هتعوزه، هتحطه في الحته المساك. حتى محمد هاني امبارح لما لعب في القلب اكتر وضوح في الباص من تحت عن الطرف، مع اختلاف بقى طبعا الحته التغطيات العكسيه ما بيكون باك رايت او باك ليفت، التغطيات دي بتكون سمه ادائه، مش بتبقى انت بتأدي، لا ده انا ببدع في المكان ده. اكمل جزئيه كمان مع اللي انت بتقولها كابتن فتحي، في وقت من الاوقات كان المعروف ان هو الوينج اليمين بتاعنا حسين الشحات. فلما بدا بيرسي تاو يخش في الفورمه على طول توظيف حسين الشحات بقى ناحيه الشمال،
واجاد فيها بشكل جيد جدا. يعني يمكن حسين كانت عدلته دايما، حسين كان بدا اصلا باك يمين وبعدين بقى جناح يمين، فكمان ده تطوير على مستوى الاداء اللعيب حسين الشحات. طاهر نفسه كمان قبل لما بدا يمين اول مره جه بدا يمين ومشي يمين وبقى اساسي قبل بيرستاو ما خف من الاصابه بالظبط، فكان هو اللي بيأدي في المكان ده. اصابه طاهر برضو بعدته انه كان دايس في المكان ده وحفظ وخلاص بقى اساسي. يعني المهم جدا ان البضاعه اللي تكون عندك اصلا عندك القدره. لعيبه الاهلي كلهم يعني تقول لي فوتبولر بروميسنج، متميزين، مهاراتهم عاليه، المهارات العاليه في التمرير والاستلام والاستقبال والبتاع، فده الفكر الناضج ده بيخلي المدرب يتعامل معاه ويغير من واجباته وبيغير. هو ما اتولدش في ومكتوب في شهاده الميلاد بتاعه انا اسمي كذا والوالده اسمها كذا وبلعب في مركز كذا، مفيش دي. انت خلاص كل لاعب بقى موبايل دلوقتي، موبايل يعني بيتحرك داخل المستطيل الاخضر فين على حسب واجباته الخططيه. لما تكون الكره مع الخصم هو هيتحرك فين؟ هيتحرك يمين، يبقى بيسيب مكانه خالص وبيخش وبنلم وبنيجي كده. طيب كره احنا خدناها، التحرك هيختلف، هيبقى ليا دور هجومي، الوظائف بتختلف بشكل كبير بالظبط. يعني انا برضو افتكر عمرو فكرني بموضوع ان انا بدات ليبرو وبعدين لعبت سيرد باك وبعدين الحقيقه قبل بطوله الاصل وينج رايت والاصل وانا صغير بقى وينج رايت ده اهم حاجه. يعني كان حصل كده والكابتن كان عندنا بطوله في تقريبا في تايلاند، بطوله قبل كاس الامم 98، وكان هادي خشبه كان اتعور، فلقيت الكابتن جوهري بيقول لي لا انت عايز اشوفك في المباراه الاولى، عايز اشوفك في الحته دي. فقلت له كابتن ما لعبتهاش قبل كده، قال لي لا هتنجح، قال لي عايز اشوفك فيها وبعدين نتكلم بعد الماتش. الحقيقه البوزيشن ده هو كان سبب رئيسي ان انا اتنقل من فيردا بريمن لكازازلاوتن. ليه؟ لان كان كازازلاوتن كان عندهم سيرد باكين كويسين قوي، وكان واحد منهم اتعور فجه سمير كمونه مكانه، وكان عندهم نقص في واحد رقم 6. فلما تابعوني في بطوله افريقيا في بوركينا فاسو وان عملنا مباراه، عملنا بطوله جيده جدا وانا كان ده بوزيشن اول مره العب فيه، فالحقيقه كان سبب ان حتى لما كلمت مع اوتو رهاجل قال لي لا انت انا شفتك وهتلعب معايا، لما هتيجي هتبقى سمير هيبقى سيرد باك وانت هتشتغل رقم 6، واشتغلت الرقم 6 اجزاء كبيره جدا جدا مع كازازلاوتن. فالحقيقه المدير الفني الفاهم ممكن يطلع طاقات من اللعيبه، يطلع امكانيات ممكن اللعيب ما يقولش او بس مش متوقع. انت اصلك عندك هذه مظبوط، بس انا ما كنتش انا متخيل ان انا ممكن ادي بالشكل ده. فده دي عمليه برضو تتوقف على رؤيه مدرب. رؤيه مدرب يشوف ما هو. طيب في الفتره دي الكابتن جوهري ساعتها كان لعب ورا بكمونه وشيشيني وبعدين مدحت وبعد كده كابتن هاني، وعارف ان في اطراف مع حضرتك الارتداد بتاعهم هيبقى قليل، عبد الستار واحمد حسن ما فيش ارتداد اصلا اهو نفس الكلام. فيعني قرايته ان انا حولت الكابتن هاني من ليبرو اخر قبل الاخير في الملعب ليبرو قدامهم مظبوط. مالو الجزئيه عمل دي وكنا استغربناها اما عمل الليبرو المقلوب في حسام غالي اللي هو بيبقى من قدام ان هو بيزيد ان انا مش هتهاجم غير بفرد واحد، فبلعب عليه مساك زي ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم يبقى حر. بس في مدير فني يا كابتن بيحب اللي بيحضر. كابتن جوهري انتوا الثلاثه بتحضروا اكثر من رائع، كمونه وسامي وحضرتك. لو رجعت محمد عبد المنعم ياسر نفس الكلام، ولو هنرجع اما الراجل اتفرج على شرايط ياسر زاد كمان ياسر اتطور في الجزئيه ديت. ياسر ما كانش كده، فده تطور في ادائه. كنت مع حضرتك من فتره طويله قلت ليه لعيبه النادي الاهلي ما بتتعديش، دي من احد اسباب ان بدر بنون اعجب بيه الراجل انه بيحضر وبدون قلق وبهدوء، فلازم انا يبقى ده طبيعي. محمد اكتسب مع الماتشات وصل نضوج معين بقى هو في الحته دي، لازم اطور من نفسي. ان محمود متولي نفس الكلام رامي ربيعه اطور من نفسي، بجيد كل الالعاب، قاعد العب الهوا في المان في التحضير. ياسر ابراهيم لازم انا كمان، خالد عبد الفتاح لازم انا كمان بالزبط. محمد هاني لازم اللي اتحط في المكان ده انا بطور من نفسي ان انا النادي الاهلي بزيد برضه لما كان موجود بالظبط كده يعني قدها كلهم، لانهم يعني ايه التكنيك عندهم عالي شويه، فبيقدر ان هو يقدر يتحرك ويقدر يزيد، فاللاعب بيبقى عنده ثقه في ان هو رايح في مكان امين او بيتحرك في حته
هو حاسس بيها انه مش غريبه عليه. كابتن فتحي انتوا كمدربين ومديرين فنيين، شوف الكابتن هاني بيقول لحضرتك المدرب قال له انت خلاص انت الحته دي بقى انا بكيف نفسي، ما هو ارامه بكيف نفسي نفسيا وبدنيا وفي الملعب، وبعمل ربط ما بين ادائي الخلفي بستبعده بحوله اداء من الجزء الامامي بس بنفس مواصفات الليبرو، بس باسلوب بقى ان انا بزيد في حدود، اصبح ليبرو لخط النص بالظبط كده. ديت اللي بتكلم عليها انه مش مجرد بس ان انت يعني انت بتكتشف امكانيات ممكن اللعيب نفسه ما يكونش حاسس بيها، ده من خلال ادائه في التدريب. خلي بالك ده بيظهر في بعض في المباريات بيظهر بشكل كبير، لكن التدريب ورؤيه المدير الفني للعيبه في التدريب وانه يكتشف امكانياتهم في التدريب ده مهم جدا. يعني ممكن جدا اكتشف مهاره معينه في لاعب اثناء التدريب ممكن ما بيستخدمهاش في المباراه لان البوزيشن بتاعه ما بيسمحش انه يؤدي المهاره دي، لكن ممكن تبان في التدريب، فممكن ابني عليها ده لعيب كويس بيمسك الكره تحت رجله كويس، فايه المشكله ان انا احطه في وسط الملعب لو عنده هذه المهاره، وبالتالي بالاضافه لتكوينه الطبيعي انه مدافع كويس لكن عنده امكانيات لعيب وسط ملعب، فبالتالي بيتوظف بالطريقه دي. فاجماليا كولر نجح في هذا الملف بشكل اكتر من رائع لاكتر من لعيب. عايز اتنقل معاكم بقى ان جنرال لموضوع المحترفين الموجودين في الدوري المصري. كابتن فتحي دايما لفظ المحترفين في الدوريات بتاخده ان هو لازم يكون حاجه مختلفه عن اللعيب المحلي، لازم يضيف للنادي بشكل مختلف، ولازم كمان على المستوى التسويقي على مستوى قيمة اللعيب اللي انت جايبه اللعيب المحترف الأجنبي، انه هل هي بيعلي قيمة الدوري اللي بيلعب فيه، هل بيعلي من إمكانيات اللعيبة اللي بيلعب وسطها، هل هو أنسب من اللعيب المصري الموجود؟ فحضرتك الملف ده شفته زي السيزون ده، خلينا في السنة أو الموسم اللي فات. كابتن هاني الاحتراف او ان انا اجيب لاعب محترف او الفكر ان انا اجيب لاعب محترف او نادي يجيب لاعب محترف بيجيبه لعده اسباب كده ونشوفها ونشوف الناس دول جابوها فين. انا بجيب لاعب محترف نمره واحد مثلا هذا المركز غير موجود عندي، انا ما عنديش راس حرب فبجيب لاعب محترف راس حرب متميز او لاعب وسط ملعب متميز. طيب نمره اتنين ان هذا اللاعب المتميز جدا بجيبه على اساس يساعد اللعيبه اللي معاه ويرتقي بيهم ويرفع من مستواهم بحيث انهم يعني يبقى قائد لهم في الملعب. طيب نمره ثلاثه ان هو يبقى مثل للعيبه الناشئين والشباب يشوفوا كنموذج قدامهم بيلعب يحاولوا يقلدوه، يبقى كده برضه بيفيدني. كل ده للاعب المحترف اللي جاي. نمره اربعه ان هذا اللاعب المحترف بيكون جاي انا كنادي جايبه بمبلغ هيزيد، لو زاد وبعته لان انا محترف يبقى انا كسبت، يبقى برضو ادتني مكسب في الناحيه الثانيه. طيب هل كل اللعيبه الموجودين دول بتنطبق عليهم الاساليب او الكلام اللي انا المقدمه الخفيفه اللي انا قلتها؟ لا لا. ليه؟ لان معظم اللعيبه الاجانب اللي جايين بيقعدوا على الخط في الانديه، وهنعرض دلوقتي يعني الفريق الاعدادي الحقيقه عندنا شويه حاجات كده يعني هنعرضها على حضراتكم ونتكلم كمان معاك فيها يا عمرو. اقل الفرق مثلا اشراقا للاعبين المحترفين وعندنا اللعيب يعني كم فرقه في الدوري استخدمت اللعيبه المحترفين دول، ده اقل الفرق استخداما للمحترفين الاجانب في الدوري. كان على رأسهم طلاع الجيش ثم سيراميكا كليوباترا انبي حرس الحدود الاسماعيلي والزمالك والبنك الاهلي بنسبه من 5.6 لطلاع الجيش لحد 17% من البنك الاهلي. هات لنا كمان الاحصائيه اللي بعد كده طبعا اللي هو كمان بقى انت بتشتري لعيبه محترفه كلفوا حاجه لحضرتك في القيمه التسويقيه وازاي كلفوا الانديه، لكن كمان انت عندك مثلا اربع خمس لعيبه محترفه او خمس لعيبه محترفه في الفريق الاول، طب انت لعبت منهم كام محترف وكم عدد من المباريات؟ برضو نشوف الاحصائيه دي لو جاهزه يا منصف. طيب لغايه ما جهز الاحصائيه عمرو رايك في الملف ده ايه؟ هل بره شفت بص يا كابتن هاني بره النادي الاهلي وبره احنا بنتكلم يعني النادي الاهلي وبره اللي بيستفاد. كابتن فتحي قال وقسم الملف لثلاث مشاهد،
لعيب بيجي يضيف وبيزود وبيعرض حاجتين لنفسه، امكانياته والقيمه التسويقيه اللي بتزيد بالنسبه له. وهدي مثل بسيط بلعيب مصري، يمكن احنا كنا مع حضرتك المره اللي فاتت، نسبه مشاركه مروان كان قبل ما يبقى نسبه مشاركته وجوده في النادي الاهلي من 3 شهور 950 الف يورو، دلوقتي 1.5 مليون يورو. يبقى الزياده دي زادت حاجتين، امكانيات اللاعب وشخصيته داخل الملعب عشان الراجل يقتنع بيه. بنتكلم مثلا على لعيبه فرقت مع انديتها. مثلا يا كابتن هديك مثل بلعيب مثلا رفيق كابو كابتن، لعب دوري الدرجه الثانيه مع وادي دكلا وكان هداف دوري الدرجه الثانيه، دلوقتي فارق مع انبي وكل الانديه بتقول لك عليه هو اللعيب دوت، لعب دوري درجه ثانيه وهداف الدوري الدرجه الثانيه مع وادي دجله، دلوقتي بقى موجود في انبي وكل الانديه بتقول نفس الكلام. يعقوبه في البنك الاهلي، مابولولو رغم كبر سنه هداف الدوري 16 هدف صحيح، عنده 31 سنه مظبوط. الحمروني بره بقى لعيبه انت استفدت منها رغم سنها تالقها زي وليد الكارتي، زي فجر لقاي، زي فجر الدين بن يوسف، زي توريه اكبرهم سنا توريه، ومن الديفندرات اللي لفت انظار كل الناس. امبارح مثلا ايزي اميكا نفس الكلام، انت بتجيب لعيب زي ما ليفربول خد لعيب بتاع الميرا المريا 34، تاني نص الموسم اتباع ب 80 مليون يورو، استفاده ماديه، لعيب امكانياته طيب، تواجده مع منتخبه. انا متفق معاك في كل ده، لكن كمان خلينا نتكلم على النواحي التسويقيه. في بعض الانديه في اوروبا بتشتغل على جزئين او على ملفين، في انديه بتحب تاخد الدوري وبتلعب على الدوري، وانديه كتيره جدا جدا يعني، خاصه لو بنتكلم على الانديه زي البريمير ليج او الاور 4 5 6 فرق تمام. لكن خلينا نتكلم مثلا على الدوري البرتغالي او الدوري البلجيكي او الدوري السويسري، في انديه وانديه كبيره جدا بتلعب على عمليه الاستثمار البيع. شراء وبيع اللاعبين، تجيب اللعيبه وتلمعها وتظبطها، في جدول محضرين وهنتكلم عليه، مش انديه كتيره لكن دوريات كده او انديه كبيره نبص عليها هنلاقي ان في انديه زي بنفيكا مثلا، بنفيكا عنده عدد كبير جدا من الانفستمنت او من الاستثمارات من خلال شراء وبيع اللاعبين بالبلس، لازم يكون في مكسب، وده جزء مهم جدا لو بنتكلم على انديه مش قادره تنافس. يعني قدام حضراتكم يمكن ده ارباح بنفيكا من عمليات بيع وشراء اللاعبين على مستوى اندرسون، قيمه الشراء بنص مليون يورو، اتباع ب 40، عندك نيلسون مجانا اتباع ب 35، عندك فيكتور خدوه ب 3 مليون اتباع ب 35 مليون، انزو فرنانديز طبعا الارجنتيني كانوا شاريينه ب 44 مليون وصل ل 121 مليون، يعني ارقام كبيره جدا جدا. ممكن نادي حتى لو ما بياخدش بطولات لكن يستفاد تسويقيا من الكلام. لو الانديه اللي هي في المنطقه الدافئه اللي هي بعد 4 5 يعني مش هتوصل، او تارجتها مش البطوله يعني السته اللي فوق ما ينزلوش، الفرق دي ممكن تتعامل بهذا الشكل ان بتجيب لعيبه. لكن انا اللي انا شايفه اللعيبه اللي جم دول كلهم ما استفادوش منهم ودفعوا لهم عمله صعبه في الوقت اللي احنا بنحارب على العمله الصعبه. صحيح. طب هم كان جايبه يستفيد بايه؟ يعني هو كان جايبه عاوز يعمل ياخد بيه الدوري ولا ياخد بيه الكاس؟ كان جاي يعني مش فاهم. انا هقف عند حضرتك على النقطه دي، لكن عندنا فاصل سريع وبعد الفاصل نكمل هذا الملف، لان كمان خلي بالكم في بعض الانديه جابت لعيبه محترفه ودفعت لهم بالدولار ويمكن ما لعبوش ولا مباراه في الدوري. خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع اهلا بحضراتكم مره تانية. كنا بنناقش كابتن قبل الفاصل ملف الانديه والتارجت اللي بيحطوها قبل الموسم، وخدنا بنفيكا كنادي من الانديه هو طبعا بينافس، ولكن في انديه تانية زي بازل مثلا السويسري معتمد بشكل كبير جدا على الريسيل، انه بيشتري لعيبه باسعار قليله وبيبيعها لانديه كبيره باسعار كبيره. هل النموذج ده ممكن يتطبق لبعض الانديه عندنا هنا في الدوري المصري؟ اكيد احنا عندنا، بص اللي انا شايفه يعني ارقام مهوله لل 18 فريق كله جايب دوري جايب لعيب محترف لايه؟ يعني في انديه الاربعه خمسه سته اللي فوق بتنافس، يا اما بتنافس على البطوله، بتنافس على المربع الذهبي، صح مظبوط، بتنافس على ان انا اشارك في بطوله عربيه وكده، يعني في المراكز دي. اما بقيه الفرق
اللي هم في النص. طب اللي هينزل ده جايب لاعب ينقذه. في مجموعه من ال 18 لو قلنا سته فوق وسته تحت ان هم ممكن ينزلوا، هيتبقى لنا سته في الوسط. السته دول لو جابوا لعيبه الهدف منهم ايه؟ ما هو دولت مش عاوزين ينزلوا، مش هينزلوا ومش عندهمش امل انهم يطلعوا فوق، انهم ياخدوا بطوله، يقوي نفسه على بطوله يعني. مش هياخدوها. فاذا انا اقدر طالما انا عندي ازمه ماليه، الست فرق لو عندهم عين كويسه بتقدر تجيب لعيبه وتقدر تلمحهم وتقدر تجهزهم وتقدر هنا، وارجع اعاده بيعهم تاني، استغل ان انا عندي خمس محترفين، اربع محترفين، ثلاث محترفين، اجيبهم عندي ويتمرنوا ويجهزوا، بس ما يكونش الهدف ان انا اجيبهم قاعد عندي هنا. هو مش موضوع عشان تكسب، ما هو تكسب هتعمل مكسب، مكسبك حدودك، لكن انتوا اجيب الخمسه سته دولت اربيهم عندي، اجهزهم عندي، اشغلهم عندي، ثم بعد كده ارجع اعالج. واكيد هجيب فلوس، هجيب فلوس، وبالطريقه ديت خلال سنتين ممكن يكون التارجت بقى ان انا ممكن اتواجد في الستيب الاعلى. يعني عندي دلوقتي مبلغ كويس او فلوس جمعتها من خلال سنتين ثلاثه، وبالتالي ممكن اوظف الفلوس ديت ان انا انافس، او على الاقل يعني انافس على وجودي في المربع ده. اختياري وانا بختار لعيبه اجانب، اختار ثلاثه اربعه يقدروا يخلوا شكل الفرقه بتلعب كوره، يحسنوا من اداء اللعيبه المصريين، يساعدوهم. ده غير الجانب المالي طبعا. ما هو الاسد يعني انت جايبهم كده، ثم من الجانب المالي هم اللعيبه دي هتزيد. صحيح. هتبص تلاقي محليا الاسعار بتاعت اللعيبه دي هتزيد. صح. تجيب غيرهم بقى عندك فلوس. ايه رايك كابتن عمرو؟ يعني لغايه دلوقتي ما شفناش نادي كده التارجت بتاعه الجزئيه اللي بتكلم عليها. هو نادي التارجت بتاعه يكون متواجد في الدوري المصري، مش عايز ينزل، وفي نفس الوقت ما عندوش امكانيات اللي ينافس على المربع الذهبي. ليه ما يكونش هذه الانديه وانا بتكلم ما بين قوسين كده على الانديه الشعبيه، يعني الانديه الشعبيه زي الاسماعيلي بيعاني بقاله سنوات، الاتحاد السكندري بدا الموسم كويس لكن ما بينافسش على بطوله، تتكلم على نادي المصري في فتره من الفترات كان متواجد ولكن مش بصفه مستمره. لو الانديه الشعبيه دي اشتغلت على الجزئيه ديت ان احنا بنعظم مواردنا من خلال عمليه الريسيل بتاعه اللعيبه، وانت لسه قايل لي موقف يعني او مثل مهم جدا، ما بلولو لاعب نادي الاتحاد القيمه التسويقيه بتاعته عليت، فليه ما يكونش بعض الانديه كده تشتغل على الملف ده، ان هو خلاص سنتين ثلاثه اللي جايين احنا عندنا هذا الملف، عايزين نعظم مواردنا بشكل كبير جدا عشان الخطوه اللي بعديها يبدا عمليه المنافسه. بص يا كابتن هاني، يمكن الكابتن فتحي قسم الدوري ال 18 لثلاث ملفات، الجزء الامامي والمنتصف والجزء اللي بيصارع في الحته بتاعت الهبوط. لو احنا فكرنا في كل نادي بيجيب لعيب اللي يخصه، لو رجعنا بالزمن ان المقاولين لما فكر في اوتاكا كان جاي من الاسماعيلي، الامور الماليه الداخليه هتعلي الموارد دي، هتعلي الموارد اللي موجوده، يعني حتى لو انا ما احترفتش في حته كبيره، لو ما خرجتش بلعب منتخب بلدي. مزبوط. يعني وانت موجود في ناديك في مصر مثلا، سيف الجزيري المسلوسي بيلعبوا المنتخب بتاع تونس موجودين، دي بتعلي القيمه التسويقيه اما بتلعب في بطوله امم او بتلعب في كاس العرب وانت بتتحرك في الحته دي. صحيح. وانت موجود في مصر لو انا ما جبتش مبلغ كويس للانديه السته الاماميين، بلفت نظر الاوائل الاثنين والثلاثه الاولانيين اللي فوق. شفنا مثلا لعيب مصري سعره ولفت الانظار من نادي النصر، راح بيراميدز ب 80 مليون، اسلام عيسى. احنا بندي ارقام باسماء لعيبه في النادي الاهلي، بياخد لعيبه احتياجاته بعد رؤيه واثنين وثلاثه، هل هو ده هيكمل وهيعمل الفجوه او اللي هيعمل، اسف، هيعمل الفرق في ادائه مع لعيبه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت لو ما استفدتش منه داخل النادي سنه واثنين، مجرد انك بعته يبقى القيمه التسويقيه الاستثمار الرياضي اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي بتعمله السعوديه في الست فرق الاوائل، وبيشتروا 8 لعيبه في النصر وست لعيبه في الاتحاد واهلي، بنشوف لعيبه كلهم كانوا نجوم العالم. احنا شفنا موقف بيتقال من اسبوع قبل البطوله العربيه ان مبابي رايح وبمبلغ بينا مستغربين المبلغ 700 ده مليون 700 مليون في السنه، وهو كان هياخد 300 لما يمضي، يعني مليار مليار، وبعدين كان خلال مليار وبعدين هيقعد سنه، يعني مش اكتر من سنه، وعرضوا كمان السنه دي 12 شهر زي اللي احنا عارفينها. 12 شهر. فخلي بالك كمان يا عمرو، هو عايز يروح ريال مدريد، فهو راح لريال مدريد قال لهم كمان خلوا لنا امبابي هنتعاقد معاه وخلال سنه هيجي لكم وكمان هنغطي مصاريفه او مرتبه للسنه اللي هيكون موجود فيها معاكم.
يعني السنه بتاعت السعوديه هم هيغطوها والسنه بتاعت السنه بتاعت ريال مدريد كمان هيغطوها. فكان ديل كده، كان ديل كبير. لكن خلينا نتكلم على ظروفنا احنا. احنا زي ما بقول لك الانديه اللي ممكن تستفيد من الجزئيه ديت، عندنا انديه كثيره عندها القدره انها تشتري مش بارقام كبيره، ولكن عندها لو عندها القدره انها تجيب لعيبه مميزه واللعيبه دي تسمع شويه. حتى اذا انت بتتكلم على انتقالات داخليه ماشي، لكن انا بتكلم على انتقال انت جايبه بدولار تسوقه بدولار مع مكسب كبير جدا، وبالتالي دي سياسه متواجده في اوروبا في انديه كثيره جدا جدا جدا. ده استثمار رياضي يا كابتن هاني. انا بفكر في حاجتين، بفكر بالاستفاده منه داخل الملعب في اول سنه، هو بقى شكله والتطور بتاعه هينقلني في حته تانية، هيدخل موارد ماليه كبيره. يعني ما بقول له احنا بنتكلم على ده بالذات كمثل، هداف الدوري هداف الدوري 16 هدف 31 سنه انجولا، يعني عارفين امكانياته وشغله ولفت انظار كل فرق الدوري. يعقوبه في البنك الاهلي، بنك باك ليفت، معظم الانديه ابتدت تفكر ان في احتياجاتها ان احنا محتاجين الراجل ده في المكان ده. جوناثان لعب ساعة ما مصر كانت بتلعب مع الكاميرون، كان بيلعب في بطولة الأمم، باك ليفت موجود في فيوتشر. شفنا أسماء كتيرة بس زي توريف مثلا في بيراميدز، يعني وليد الكارتي، وليد يعني فجر رقاي جنوب أفريقيا، رغم إن هو أكبر فجر رقاي أكبر سنا. فخر الدين بن يوسف يمكن حضرتك عارف يا كابتن، وهو في تونس كان حاجة حالة مزبوط. حالة كبيرة، فيرود بيعرف يجيب جول. هنا في مصر كنا بنشوفه مرة موجود مرة على الدكة مرة بياخد شوط. طب خلينا مؤقتا نقفل الملف ده دلوقتي، لأن هنستقبل الدكتور أحمد بيومي، لأن كمان محضر لنا الحقيقة فقرة مميزة جدا عن إحصائيات وأرقام النادي الأهلي الحقيقة الموسم دوت كان عامل إزاي. حضراتكم فاكرين الأسبوع اللي فات اتكلمنا على التطور الهجومي للنادي الأهلي خلال هذا الموسم، أعتقد دكتور بيومي جايب لنا حاجة مختلفة شوية النهاردة. نروح مع حضراتكم نستقبل الدكتور أحمد بيومي وفقرة مميزة جدا هنا معنا في المحترف. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك كابتن هاني، منورنا ومتشرفنا دايما. ايه يا كابتن هاني، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. موسم الحمد لله ولا اروع للنادي الاهلي، خلص امبارح طبعا بعد فوزنا امام النادي المصري 2-1 وتاهلنا لدور قبل النهائي لكاس مصر. محضر لنا ايه لارقام ممكن تكون جديده او الناس مش عارفاها عن موسم اكتر من رائع للنادي الاهلي؟ بداية طبعا بنبارك للنادي الاهلي الفوز طبعا واستكمال سلسله الانتصارات في نهايه الموسم بالفوز على النادي المصري، يمكن المباراه كانت صعبه. بنتمنى طبعا كل التوفيق، وان شاء الله يبقى الموسم اللي جاي طبعا يبقى موسم برضه حافل بالبطولات مره ثانيه، وتبقى دي خطوه لبطوله كاس مصر 2023 ان شاء الله البطوله السادسه. يمكن حضرتك الحلقه الماضيه حضرتك كنت اتكلمت مع الباز بخصوص حصاد التطور الهجومي. طيب خلينا النهارده بقى ننتقل لحصاد التطور الدفاعي اللي حصل مع النادي الاهلي بقياده مارسيل كولر. فممكن لو نستعرض برضو في البداية خلال آخر أربع مواسم الأهلي خاض فيهم الدوري المصري هنلاقي طبعا أرقام مميزة جدا وهيكون فيها لنا تعليق عليها. هنستعرض مثلا خلال الأربع مواسم دول النقطة الأساسية إن الأهلي كان فيها أقوى خط هجوم خلال الأربع مواسم، على الرغم حتى إن الموسم الماضي الأهلي خسر الدوري، برضو الموسم اللي قبليه الأهلي خسر الدوري ومع ذلك كان أقوى خط هجوم برصيد 62. يعني حتى في السنتين اللي خسرنا فيهم الدوري كان النادي الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري. بالظبط، عشان كده تعليقنا على النقطة الثانية بقى، بالنسبة للنقطة الدفاعية اللي جايين نتكلم عليها النهاردة هنلاقي إن الأهلي طبعًا السنة دي أقوى خط دفاع برصيد 13 هدف بس دخل مرماه، ولكن الموسم الماضي اللي ده اللي خسره النادي الأهلي وكان فيه المركز الثالث واللي قبليه المركز الثاني كان دخل مرماه 21 هدف. طب هاتوا لنا يا جماعة الجدول بتاع النواحي الدفاعية. بالظبط، ما هو هنلاقي إن النادي الأهلي دخل فيه الموسم الماضي 21 هدف. بالظبط. الموسم اللي قبله 29 هدف. وهيلاقي ان هو كان بعيد عن حته اقوى خط دفاع. يعني عايزين نقول ان ترجمه الفيديو ده اتفضل. لا يعني مهم جدا ان انت تترجم للناس، لان دايما الناس بتتكلم على قوه الفريق هجوميا، الفريق اللي بيهاجم وعنده قوه هجوميه كويسه هو الفريق اللي بيفوز بالبطولات. يمكن الجداول والارقام بتقول حاجه غير كده. يعني انت بتتكلم ان احنا خسرنا مره او مرتين الدوري واحنا كنا اقوى
اقوى خط هجوم، وبالتالي لازم الناس تفهم الجزئيه المهمه جدا في العمليه الدفاعيه وثبات الدفاع بشكل كبير جدا. بالظبط، لازم يكون في توازن ما بين عمليه الخطوط الدفاعيه او الناحيه الدفاعيه، مش لازم خط الدفاع بس، انا بتكلم على الناحيه الدفاعيه لجميع لاعبي الفريق، ونفس الكلام يكون عندك اتزان مع النواحي الهجوميه. برضو لو استعرضنا الجدول التالي برضو اللي بياكد كلامنا بالنسبه للاهداف المتوقعه خلال الموسم الحالي والموسم اللي فات، هنلاقي ان الموسم الحالي مثلا كان متوقع ان يدخل الاهلي 26 هدف، طب دخل فيه كام؟ دخل فيه 13 هدف، يعني تقريبا 50% فقط. طيب الموسم الماضي بقى اللي الاهلي خسر فيه الدوري، هنلاقي ان الاهلي كان متوقع يدخل فيه 27 هدف، دخل فيه 21 هدف، يعني بنسبه نجاح 78% من الاهداف اللي كانت ممكن تدخل مرمى. يعني ده برضو بياكد كلامنا على ان لازم يكون في او اي فرقه بتبتسم بشخصيه البطل لازم يكون عندها توازن ما بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه. هو في مقوله كده دايما مقوله انجليزيه اتقالت كتير في الدوري الانجليزي اللي عمليه ديفند تو وين، يعني والناس ساعات بتترجمها غلط، يعني الناس دايما بتترجم المقوله غلط. ديفند تو وين معناها اللي بيدافع كويس هو البطل، هو اللي بيكسب. فالمقوله ديت انت شايفها منطبقه على ارقام النادي الاهلي خلال الاربع مواسم اللي فاتوا؟ خلال الموسم الحالي حصل تطور دفاعي. تطور دفاعي بالظبط، ده الواضح من الارقام طبعا، واضح جدا برضو من الاداء. طب نترجم ده ازاي؟ الارقام احنا خلاص اتفقنا ان الاهلي اقوى خط دفاع، طب ازاي الاهلي وصل انه يبقى خط دفاع فنيا بقى؟ نشوف هي. الكلام ده من الناحيه التكتيكيه داخل الملعب مع مارسيل كولر، او اسباب ليه النادي الاهلي اقوى دفاع السنه دي في الدوري. بالظبط، يا ريت نستعرض اول فيديو الخاص بالنادي الاهلي، ازاي النهارده مارسيل كولر بدا يغير التكتيك اللي موجود مع النادي الاهلي، ويبقى في ادوار دفاعيه لجميع لاعبي الملعب. بمعنى ان اي لعيب بصرف النظر مركزه سواء وينج او حتى مهاجم، اي لعيب موجود جوه الملعب بيكون عنده ادوار هجوميه ودفاعيه. دي مثلا بالنسبه للضغط العالي اللي بيعمله النادي الاهلي، بمجرد هنا فقد الكوره بيعمل ضغط عالي بحيث ان هو يرجع تاني يعمل استحواذ الكوره في منتصف ملعب. اللي هو الضغط، خساره الكوره في منطقه لازم تاخد الكوره في نفس المنطقه اقرب مكان ممكن، لازم مكان دي كده. عندنا مثلا ده نموذج بسيط في مباراه سموحه، ادي اول كوره فقدها الاهلي، دي تاني كوره هيبتدي الاهلي يبتدي يعمل عمليه استحواذ مره ثانيه ويرجع بالكره ثانيه في منتصف ملعب الخصم. نفس الكلام لو كملنا هنلاقي ان الكوره برضو للمره الثالثه بيحصل نفس الكلام، يعني عايزين نقول هي سمه بيبتدي مارسيل كولر يشتغل عليها اللي هو الضغط العالي، ويبتدي يقطع الكوره، لو الكوره فقدت منك تسترجعها مره ثانيه تعمل ريكفري للكوره في منتصف ملعب الخصم. ثلاث مرات متتاليتين موجودين في مباراه من دقيقه بالظبط، الكوره بتفقدها وتبتدي تسترجعها ثاني في منتصف ملعب الخصم بحيث ما تشكلش اي ضغط عليك في منتصف ملعبك. جميل. النقطة الثانية برضو اللي خلت الأهلي يبقى أقوى خط دفاع هي زي ما قلت لحضرتك تطوير الأداء الدفاعي لجميع اللاعبين. يعني النهاردة بنشوف برضو عندنا الكرة هنا برضو كان في ماتش الزمالك الكرة بتتقطع، برضو الأهلي دي عملية الضغط العالي بعد، يعني بعد ما تخسر الكرة لازم تجيبها بسرعة. بالظبط، دي أقل حاجة بنلاقي ثلاث لعيبة بيضغطوا على في أماكن الكرة بحيث إن أنت تستحوذ عليها في منتصف ملعب الخصم مرة ثانية. صحيح. النقطة الثانية اللي بتكلم حضرتك فيها وهي غير التكتيك اللي بيلعبه مارسيل كولر هو تطوير أداء الدفاعي لجميع اللاعبين. شفنا يمكن أفشة في الفترة الأخيرة يمكن كان هو بعيد. دي طبعا اللقطة اللي أنت بتتكلم عليها، إن الأدوار الدفاعية إحنا ما شفناش أفشة بيعمل تاكلينج بقالنا فترات طويلة، لكن ده من الأدوار اللي كولر كان مهتم جدا بيها. بالظبط، يعني هو مركز 8 النهاردة راجع عند منطقة الجزاء بيعمل تاكلينج بتاعه وابتدي يستحوذ على الكورة وبيعمل البيلد أب تاني مرة تانية، بحيث على الرغم إن هو مركز 8 مركز نص الملعب. صحيح. ولكن هنا مارسيل كولر بدأ يطور الأداء الدفاعي لجميع اللاعبين. يعني برضه شفنا عندنا ديانج مثلا النهاردة الكورة اتقطعت، عندنا ديانج بيرجع تاني كمركز باك رايت مكان هاني، مكان هاني كان اندفع قدام، فخلاص اليو ديانج يعني خلاص بيغطي مكان هاني لغايه هاني، شايفين هاني بيرجع مكانه بالظبط وسط الملعب، التبادل المراكز ما بينه لغايه خلاص ما خدنا الكوره ويرجع كل واحد مركزه. نفس الكلام هنا برضو، دي كوره ثانيه برضو هنلاقي ديانج بيرجع تاني مركز الباك ليفت عشان يغطي على علي معلول. فهنا بنتكلم على تطور الاداء الدفاعي لجميع اللاعبين كمنظومه كامله، مفيش لعيب بنتكلم على مهاجم او مدافع، اي لعيب موجود جوه الملعب عنده المهام الدفاعيه والمهام الهجوميه طبعا بنسب على حسب مركزه، ولكن صحيح. لازم يبقى عنده قدر من المهام الدفاعيه. صحيح. كل دوت ادانا شكل ان الاهلي يطلع السنه دي برضو ده مهم عشان الناس تعرف، ما احنا بنتكلم على احسن دفاع مش احسن خط دفاع، بنتكلم على منظومه دفاعيه. لما بنتكلم على النادي الاهلي اقوى خط دفاع معناه ان هو منظومه دفاعيه كتيم وورك في الحاله الدفاعيه بيشتغل ازاي، فكان مميز فيها عمليه الضغط، عمليه الاستحواذ السريع بعد فقدان الكره كان مهم جدا، الادوار الدفاعيه اللي ناس يعني ما كانتش عندها هذه الادوار
زي مجدي قفشه وزي حسين الشحات وبيرسي تاو اتطورت بشكل كبير جدا. بالظبط. استكمالا طبعا للنواحي الدفاعيه ممكن نستعرض طبعا دور محمد الشناوي طبعا اللي كان ليه دور كبير جدا حتى في مباراه امس، شال اكتر من كوره امبارح كان ليها طبعا كانت ممكن تغير مسار المباراه. خلال الموسم طبعا هنلاقي ان محمد الشناوي لعب 29 مباراه دخل مرمى 13 هدف، شباك نظيفه 18 مباراه شباك نظيفه ما دخلش في اي اهداف. رقم هايل بالظبط. هنلاقي النهارده كانت التصويبات عليه 81 تصويبه صد منهم 68 بنسبه نجاح 84%. طبعا دور هايل لمحمد الشناوي وكان ليه دور كبير بالفوز في البطولات السنه دي. طبعا امتياز امتياز لمحمد الشناوي اكيد لكل المنظومه الدفاعيه. برضو ممكن ناخد نموذج بسيط برضو من الخط الدفاع، ممكن ناخد محمد عبد المنعم برضو نتفرج على ارقامه. هنلاقي النهارده ان محمد عبد المنعم خاض خلال 21 مباراه طبعا بيتميز طبعا بالبيلد اب بتاعه والباص بتاعه جدا. كان مهم جدا طبعا النادي الاهلي بيستخدمها بشكل كبير. هنلاقي طبعا معدل تمريراته 91%، قطع التمريرات بتاعه 105، استخلاص الكره 299 مره، بيعمل ريكفري للبول بحيث ان انت تستعيد الكره وتبتدي تبني الهجمه. يمكن دول كده كنموذج بسيط للعيبه، طبعا مش هنقدر نجيب كل اللعيبه، ولكن بنقول ان كان ليهم تاثير في النواحي الدفاعيه وان الاهلي يخرج باقوى خط دفاع الموسم الحالي. طيب جميل. ده بالنسبه للموسم اللي فات. عندنا كمان ومحضر لنا حاجات للصفقات الجديده طبعا. بالظبط. رضا سليم لاعب الجيش الملكي الجناح اليمين وجناح شمال، عندنا كمان امام عاشور لاعب خط الوسط. احصائياتهم وارقامهم ايه؟ انت شايف هذه الصفقات من النواحي الفنيه ومن النواحي الرقميه ازاي؟ طبعا بنرحب طبعا برضا سليم طبعا، وباذن الله يكون اضافه ويبقى ليه طبعا دور ايجابي مع فريق النادي الاهلي. طبعا لو بصينا على البروفايل بتاعه هنلاقي طبعا هو لعيب 23 سنه، طبعا طوله 176 سم، بيلعب بالقدم اليمنى، حقق ثلاث بطولات منهم بطولتين مع الجيش الملكي. والنقطه طبعا هو 23 سنه على الرغم من صغر سنه، ولكن هو كان ليه شخصيه البطل مع فريق الجيش الملكي وقدر ازاي في المباراه النهائيه انه يكون ليه دور في تتويج الجيش الملكي ببطوله الدوري المغربي. طبعا هو محقق 11 هدف ويعتبر هو هداف فريق الجيش صحيح. الملكي وتاني هدافي الفريق اسف الدوري المغربي. بالظبط، بعد طبعا المهاجم الوداد ب 13 هدف. فعلى الرغم من صغر سنه ولكن هو عنده شخصيه البطل، فدي نقطه مهمه جدا ظهرت بشكل كبير خلال طبعا انه هداف الفريق. خلي بالك هو كمان الجيش الملكي ما خدش الدوري بقاله فترات طويله. بالظبط، هو ساهم طبعا بتتويج الجيش الملكي بالدوري المغربي. صحيح. طبعا خلال الدوري المغربي هو لعب 28 مباراه اهدافه 11، طبعا هو الاكثر خلال الفريق الجيش الملكي. صناعه الاهداف 10، يعني بنقول مساهم في 21 هدف على الرغم ان هو 23 سنه. فطبعا لعيب عنده شخصيه البطل، هيكون ان شاء الله اضافه لفريق النادي الاهلي. الكرات البينيه طبعا برضو دي مهمه جدا، يعتبر هو الثاني ترتيبه على فريق الجيش الملكي 29 كره بينيه، العرضيات 94 ترتيبه الثالث، المراوغات 116 ترتيبه الثالث. فبنتكلم على لعيب من الناحيه الهجوميه هيكون اضافه كبيره لفريق النادي الاهلي باذن الله. وبرضو ممكن نستعرض حتى النواحي الدفاعيه بيقوم بيها بشكل جيد يعني. بالظبط يعني بالظبط. رضا من الاجنحه اللي بترجع تساعد بشكل كبير اذا كان ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. بالظبط. يا ريت نستعرض برضو الخريطه الحراريه بتاعته، نشوف تمركزه فين جوه الملعب خلال طبعا جميع المباريات اللي لعبها مع الجيش الملكي، ودي هتدينا مؤشر ان هو خلال ان زي ما بنقول ان الاهلي بيلعب بالهاي بريس بتاعه، هنلاقي طبعا تمركزه ناحيه اليمين ودايما عنده الناحيه الهجوميه واضحه قوي. طيب الناحيه الدفاعيه هتكون فين؟ برضو مهمه. لو الاهلي بيلعب بالهاي بريس هنلاقي ان الاهلي هيستفيد منه انه يقطع الكره في منتصف ملعب الضغط العالي، بيقدر يستخلص الكره في التلت الدفاعي بالنسبه للفريق المنافس. بالظبط، ودي هتبقى ليها نقطه ان انت ما تمثلش خطوره على فريقك في نص صحيح. ملعبك. بالظبط، عشان كده هو مميز برضو في نقطه مهمه جدا. هو مميز عنده دقه وحساسيه كبيره جدا في الكرات البينيه بتاعته وفي التصويبات. يعني لو استعرضنا الهدف بتاعه في الجيش الملكي هنلاقي ان هو بيشوط الكره حتى وبيكون في حساسيه كبيره قوي، يعني بيوصل الكره بشكل كبير. دي يمكن احد اهدافه خلال مباراه الجيش الملكي. بص تمركزه خارج ال 18 بيركنها، يعني بعيدا عن قوه الكره. خلي بالك برضه، خلينا نتكلم يرجع بس البوزيشن ده، لان بعض الناس بتقول لك هو منه وينج يمين اكتر من وينج شمال، فالبوزيشن ده كمان بيحدد ان هو عنده يعني مرونه في الاداء، وهو تواجده دلوقتي كجناح شمال ومحضر شمال. نفسه كويس قوي، وعنده زي ما انت بتتكلم الدقه في التصويب كمان. بالظبط، يعني هنا مهم جدا على الرغم انها مش متشطبه بقوه عاليه، ولكن عنده الدقه ان هو بيركنها من خارج ال 18 في اخر حته في الجون. طبعا صحيح. ده برضو عندنا بيشتغل فيه الاسيست بتاعه، هتلاقيه مميز جدا في العرضيات برضو. ده برضو ده احد اهدافه، انا اسف طبعا دي احد اهدافه برضو. هو برضو عنده صناعه الاهداف كلها متميزه في حته دقه التمريرات البينيه. طبعا عنده كمان زي ما بقول لك، هو ممكن تلاقيه ناحيه اليمين تلاقيه ناحيه الشمال، ف
مميز جدا كمان في انهاء الهجمه وده مهم جدا. بص حضرتك هنا مثلا هيبتدي يعمل دقه كبيره جدا في الكره العرضيه، فدي هتدينا قوه طبعا مع علي معلول في دقه عرضياته، فده برده هيبقى اضافه لينا. يبقى عندك النهارده الوينج اليمين، عندك الناحيه الشمال، عندك هيبقى في قوه كبيره من الوينجين بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله. دي برده استكمالا للنواحي الهجوميه بتاعته، برده بيعمل الكره العرضيه برده نفس تعتبر كوبي من الكره القبليه، بيعملها بدقه عاليه قوي عشان اللعيب يفنشها هدف. فبنتكلم على حساسيه كبيره قوي في رجله في الكرات العرضيه ان شاء الله ربنا يوفقه. طبعا لعيب كبير ادى موسم ولا اروع مع الجيش الملكي المغربي، بنقول له اهلا بيك في نادي البطولات النادي الاهلي، واحنا سعداء بيك، واكيد انت كمان عارف ومقدر قيمه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون اضافه للنادي الاهلي واضافه كمان ليك شخصيا، عمليه تطويرك وعمليه ادائك ان شاء الله، وكل الجماهير وراك يعني دايما هتلاقي يعني مسانده جماهيريه كبيره جدا جدا. كل التوفيق لرضا وكمان لامام عاشور ان شاء الله. ايه بقى لامام عاشور محضر لنا ايه؟ خلينا طب في امام عاشور نجاوب على السؤال المتداول، قدره امام عاشور ان هو يكون بديل لحمدي فتحي. احنا النهارده هنا مش بنقارن، ولكن بنشوف الاسلوب الهجومي والدفاعي لامام عاشور مقارنه بحمدي فتحي طبعا اللي بنتمنى له كل التوفيق. فامام عاشور النهارده من خلال الدوري طبعا شارك خلال 15 مباراه، احرز هدفين، صناعه الاهداف 4. النقطه اللي تهمني التصويبات، هنلاقي 45 تصويبه لامام عاشور مقابل 20، يعني بنتكلم على اكتر من الضعف. بنتكلم على اسلوب هجومي بالنسبه لامام عاشور هيكون اكتر، وده شيء طبيعي. حمدي فتحي اصلا في الاساس عنده الناحيه الدفاعيه هي اعلى، بحيث انه بيلعب مركز 6 في الاساس، مش بيلعب النواحي الهجومي عنده كان طبعا هو اتوظف، خلي بالك اتوظف في 8 يمكن في وقت متاخر شويه من الموسم، واداه بشكل جيد الحقيقه. بالظبط. فملخص الجدول احنا بنتكلم برده حتى لو بنتكلم على المراوغات، بنتكلم في 83 مراوغه مقابل 19، فده بياكد على ان الاسلوب الهجومي لامام عاشور اعلى من الاسلوب الدفاعي، اسف، من الاسلوب الهجومي لحمدي فتحي. صحيح. لو جينا برده نستعرض الجدول اللي بعده نشوف بقى الناحيه الدفاعيه لامام عاشور والناحيه الدفاعيه لحمدي فتحي، هنلاقي طبعا ان قطع التمريرات 62 مقابل 57، 124 مقابل 120، الارقام هنا بقى متقاربه، يعني حتى الارقام الدفاعيه متقاربه، ما فيش جاب ما بين الاثنين. صحيح، لكن الفارق في الارقام على المستوى الهجومي لصالح طبعا امام بشكل كبير جدا، وحتى اقتراب يعني يقترب كثيرا او تقريبا افضل سنه دفاعيا من حمدي فتحي. بالظبط. لو جينا استعرضنا بقى النقطه اللي حضرتك قلت ان هو في الهجوم الناحيه الهجوميه اعلى، ممكن نستعرض الخريطه الحراريه اللي هتبين لنا حاجه مهمه جدا. هنلاقي ان هو حتى على صعيد الناحيه الهجوميه هنلاقي تمركزه ناحيه الجهه اليسرى الشمال اكتر. بالظبط. فده هيدينا جبهه قويه جدا، امام عاشور مع حسين الشحات مع علي معلول هيبقى جبهه يسرى ان شاء الله هتبقى قويه جدا، بجانب ان رضا سليم لو لاعب الناحيه اليمين يبقى عندنا جبهه يمنى وجبهه يسرى هتتميز بقوه عاليه جدا. وبنتكلم طبعا على الصفقات الجديده هيبقى ليها دور مهم جدا، انت داخل النهارده على ضغط مباريات، هيبقى عندك بطولات كتيره داخل فيها، فمهم جدا يبقى عندك الدكه او البديل يبقى مقارب للعيب الاساسي، لان لازم يحصل الروتيشن بحيث ان انت تجنبا للاصابات. عندنا بطولات كتيره جدا جدا، وان شاء الله يكون موسم رائع للنادي الاهلي الموسم اللي جاي، في عمليه تحضيريه مهمه جدا بتحصل في النادي الاهلي، ان شاء الله يكون استمرار لموسم اللي فات ويكون في نجاحات ان شاء الله الموسم اللي جاي. واستمرار لنجاحاتك كمان يا بيوم، الحقيقه طبعا بتشرفنا ودايما مميز جدا وبتشرفنا دايما في المحترف، بنشكرك شكرا جزيلا. بتشرف دايما بتواجد مع حضرتك يا كابتن، وكل التوفيق للنادي الاهلي. شكرا شكرا ليك. لسه عندنا لقاء، لسه هنرجع لنجومنا الكبار الكابتن فتحي نصير والكابتن عمرو الحديدي، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. كابتن فتحي كان يعني فقره حلوه قوي مع الحقيقه مع الدكتور بيومي، وعرض لنا ارقام بتبين قيمه اولا الصفقات اللي جايه ان شاء الله يكون كل التوفيق ليها، وبتبين لنا كمان مقوله ناس كتير مقتنعه ان انت لو عندك خط هجوم قوي يبقى انت هتحصل على البطولات. الارقام بتقول لا غير كده، عكس كده، مش عكسها، لكن لازم يكون فيها تكمله، ان مقوله ديفند تو وين، دافع كويس عشان تكسب، دي مقوله الحقيقه الارقام بتثبتها بشكل كبير. فرقه ما دخلتش فيها جوال يبقى سهل نص جول او جول حاجه يكسبها، يبقى مش موضوع ان انا اجيب اهداف كتير وانا ظهري كله مفتوح، كل ما اجيبه ويخش فيها جوال يعني هي يبقى المباراه مفتوحه، مش مفتوحه للدرجه دي. اي فرقه عندها سوليد ديفنس او دفاع قوي مع تنظيم الجزء الهجومي ثق ان طول ما انت في المباراه، انت المباراه اي مباراه بتلعبها النتيجه 0-0، انت معاك نقطه والفرقه الثانيه معاها مظبوط، النقطه دي اللي عملها لك المدافعين هيحافظوا لك عليها، دورك بقى انك تجيب النقطتين التانيين، تجيبهم ازاي؟ بالدور الهجومي بتاعك، لكن اوعى تفرط في ظهرك. جبت جول
خلاص يبقى انا دلوقتي كسبان من غير سوليد ديفنس، من غير دفاع ملتزم منتظم فاهم عارف. وبعدين انتوا الاثنين ما شاء الله يعني ده احنا كنا بنشيل الهم الحقيقه المدافعين ده الله يكون في عونهم، لان قاعد في وسط يعني الامور بتبقى صعب عليهم. يعني انا قاعد في وسط اثنين قاطعين الماء والهواء والابراج وكده يعني ابراج كهرباء. ربنا يخليك. مهم جدا الحارس المرمى والشناوي الحقيقه عامل موسم اكتر من رائع مع النادي الاهلي. مهم في الجزئيه بنتكلم على منظومه دفاعيه مش خط الدفاع، لكن دايما بنتكلم ان حارس المرمى لانه هو شغال لوحده في الجزئيه ديت. لو بنتكلم على خط الدار انت عندك اربعه بيتكلموا مع بعض وبيروحوا ويجوا، اي خطوط بتبقى فيها حد جنبك، لكن حراسه المرمى هو مسؤول مسؤوليه تامه عن نظافه الشباك وقراراته بقى بالظبط. قرارات بتبقى قرارات مصيريه، لو صح يبقى انقذ هدف، لو غلط يبقى يسبب هدف. تقييمك للشناوي السنه دي؟ لا الشناوي بص يا كابتن 18 شبكه عذراء 18 مباراه ما يخش فيه اهداف. هو الشناوي عمل لنفسه تارجت، يمكن انا كنت بتكلم مع كابتن فتحي في كره امبارح بتاعت مروان حمدي. طبعا مش هقول 95% لا 99% في اي جنب من الجناب هدف. مروان حط اقصى قوه اصطدمت في ايد الشناوي ثم واجهه. يعني انا رايح قافل، رغم ان مثلا ما راحوش للشناوي 3 4 مرات الشوط الثاني. فاحنا بنقول ان الحارس بيبقى عنده هدوء، وما بيجيله مفاجاه لازم بيبقى تركيزه اعلى طبعا، اذا كان توجيهه للمدافعين او اذا كان وجوده داخل الصندوق. وبدايه المباراه برضو مروان حمدي يمكن خدت مدى طويل شويه وعملت اصابه لكوع الشناوي، 95% هدف. التمركز والتحرك في الصندوق وهو لوحده بيدي دفع يا كابتن. انا لما بيبقى حوالينا مثلا حارس مرمى امكانياته عاليه بيديني انا طمانينه ان في اي التحام بينه وبين جوه الصندوق هو المتفوق، وبيدي اشاره للفراوده ان المكان زي ما كابتن فتحي بيقول المكان الخلفي مؤمن، انت فكر في التهديف. اما بتجيب هدف يبقى انت كده وصلت للتلاته بونت مؤقتا لحين انتهاء المباراه، بتعزز بتضيق المساحات بتقفل حوالين ملعبك. هو كل الكلام ده كلام من الشناوي للاعيبته، اذا كانت فوقان لهاني او لعبد المنعم او لياسر في كوره عاليه او لمعلول او في التغطيات وبيتكلم، كان الاول بيتكلم بعصبيه، بعد كده لما كولر جه بقى فيه هدوء، بقى فيه توجيه بهدوء. حتى في المؤتمرات الصحفيه بيبان شخصيه الشناوي، شخصيه النادي الاهلي في كابتن الفريق اللي موجود بينطبع على اللعيبه. احنا شايفين ان الشناوي موسم ولا اروع من كده مش هيتكرر، بل هيزيد ان هو الطلب منه اللي عمله في موسم 2022 2023 اكثر بكتير من تلاحم المواسم اذا كانت مع المنتخب ولا مع النادي الاهلي في افريقيا. اللي جاي في كاس عالم مطلوب من الشناوي اكتر من اللي فات. طب تعالى كابتن فتحي نتكلم على اللي جاي. موسم اكتر من رائع للنادي الاهلي، اكتساح لكل البطولات على مستوى المحلي على المستوى الافريقي. تعالى نتكلم مع حضرتك ونشوف الموسم اللي جاي بدايته والبطولات الكتيره المنتظره للنادي الاهلي، وحضرتك شايف ايه رؤيتك للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه؟ عندنا السوبر افريقي، عندنا الدوري الافريقي، عندنا كاس العالم للانديه، وعندنا كاس مصر كمان اللي يمكن وصلنا لدور قبل النهائي مع نادي انبي. رؤيتك بقى للنادي الاهلي استمرار نفس خطه العمل لكولر على المستوى الفني، رايك كمان في الاضافات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي سواء رضا سليم او امام عاشور، شايف ده ازاي الموسم اللي جاي؟ اكيد مجموعه اللعيبه اللي هم تم اختيارهم بذكاء وانتقيناهم فعلا دولت اللي هم يعني الفرقه عايزه ده، يعني مش ان احنا جايبين واحد عجبنا وبنجيبه ويشارك وخلاص، لا احنا عارفين المركز ده محتاجين فيه ايه، المركز ده محتاجين فيه ايه، جبنا الناس اللي هم عشان يمشوا مع الخطه او الطريقه او الاسلوب او موجه الدعم اللي هو لا محدود للفرقه في حصد البطولات. يمكن انت برضه تفضلت قلت كاس مصر السنه الجايه، ده في كاسين مصر السنه الجايه بالظبط، كاس السنه دي وكاس السنه الجايه. طيب يعني كاسين، يعني انت دلوقتي لسه قدامك كاس وقدامك كاس تاني وقدامك سوبر مصري او يسموه النخبه دلوقتي، السوبر الافريقي كمان والسوبر الافريقي، وعندك كاس العالم للانديه، وبعد كده خلي بالك كل ده غير الارتباطات الدوليه
لا وبطوله ال بطوله الانديه بطوله افريقيا سوبر افريقيا اللي هي ال 12 اللي هم هيلعبوا دور 8 فرق زائد المنتخبات. انت عندك اكبر عدد برضو من اللعيبه سواء مصريين او اللعيبه اللي هم محترفين جايين من بره كلهم بيلعبوا في منتخباتهم. اذا كل ده برضو موسم هيبقى موسم صعب مش سهل جدا جدا جدا، اصعب من الموسم اللي احنا كنا فيه ده كمان. شوف احنا كنا عاملين ايه هناك، الموسم تاني هيبقى غير ان انت بتلعب دلوقتي وانت بتحارب على انك تحافظ على البطولات اللي خدتها، مش ان انت عايز تاخد بطوله. مظبوط. ويمكن الجزء اللي حضرتك اتكلمت عليه كان كمان مهم جدا، ان النادي الاهلي بيعتذر على البطوله العربيه، لان الراجل حط الخريطه قدامه قال لك طب انا لو لعبت البطوله العربيه النادي الاهلي كان يعني كان ما كانش يعني هيخرج من الادوار الاولى، كان كده هيعدي، فانت لسه هتكون لسه شغال لغايه دلوقتي. طب هنبدا البري سيزون امتى وهنبدا الموسم اللي جاي؟ فكان كمان خطوه يعني كانت خطوه موفقه جدا من مجلس الاداره والاداره الفنيه، ان احنا لا يعني خلينا نتكلم ان احنا نريح لاعبتنا لاكبر عدد او اكبر وقت ممكن علشان البري سيزون اللي ان شاء الله هيكون في معسكر في المانيا باذن الله استعدادا للموسم اللي جاي. انت يا كابتن هاني اعتذرت عن بطولتين، الرابطه كاس الرابطه والبطوله العربيه، لو كملتهم يعني مفيش فترات راحه خالص لغايه امبارح. امبارح ايه ده انت لسه كنت هتبقى في البطوله العربيه، كنا بطوله عربيه كنت لسه موجود ربع النهائي لسه يعني امبارح ده هيكون متاجل لك بالظبط كده. وامبارح ده كان هيكون متاجل يعني هترحلني، يبقى مفيش فتره اعداد بالظبط، هتخش على الموسم هلعب على الدوري الجديد بنفس فتره الاعداد اللي انا شغال فيها من موسمين ثلاثه بالظبط، تلاحم المواسم مع بعضها. الراجل في الوقت دوت كان واقعي اما قال لك انا مش محتاج ان انا العب كاس الرابطه لحاجه عشان اقلل، رغم ان انا يعني ما عملتش زي موسيماني 14 لاعب بس، لا ده انا شاركت ال 34 الموجودين بمفهوم الناشئين، عملت روتيشن على مستوى كل المراكز لغايه اما خرجت او اكتشفت ال 18 ولا ال 20 اللي بيبقوا موجودين مع التطعيم بوجود الاصابات الموجوده. الموسم الجديد يا كابتن هاني بقى انت عندك بسم الله ما شاء الله كم من اللعيبه، وجود مركز واثنين وثلاثه في يعني لاعب واثنين وثلاثه في كل مركز بالظبط، دي مهمه جدا. النادي الاهلي كان قبل كده مفيش، يعني في الوقت اللي هاني موجود كريم فؤاد الراجل طوره لعيبه الهاف قصاد محمد هاني، اتصاب كان اكرم كان في العمق، كان بيرستاو لسه ما خفش، بيرستاو موجود بقى في رضا سليم، في طاهر لو موجود، حسين وعبد القادر وامام، مروان والسلية وديانج وقفشه، القندوسي لو خرج انا المستفيد في الاخر، انا المستفيد ان كل دول المستويات اللي موجوده ما بين بعض اللعيبه زمان كنا بنلاقي 45 85، لا دلوقتي بقى 95 93، المسافه مش كتيره، القرب المسافه في اللعب مع تنفيذ تعليمات مدرب هو بيطلبها في حاجه معينه، بنشوف مستوى لعيبه النادي الاهلي كلها متقارب، واللي بينزل بيأدي من اللي انتهى منه اللاعب الاولاني، هو ده اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه، الحفاظ على الشكل العام، الراحه السلبيه زي ما حضرتك قلت في ال 20 يوم ولا 21 يوم دول عشان ابدا فتره اعداد بصفاء ذهن باسلوب جديد بتطور جديد ببطولات جديده مطلوبه الفتره اللي جايه من لعيبه النادي الاهلي. حقيقي كابتن هنكلم حضرتك على البري سيزون، اهميه فتره الاعداد للفرق، احنا بنشوف كل الفرق على مستوى اوروبا كيفيه فتره الاعداد، وخلاص ما بقاش زمان ان هو لازم تقعد 10 ايام بدني بس وبعدين تبدا مباريات، احنا بنشوف الاعداد عن طريق المباريات، وكل الفرق الكبيره بتلعب بعض، يعني برشلونه بيلعب ريال مدريد، بيلعب السيتي، بايرن ميونخ بيكسب برشلونه او بيكسب، يعني كل الفرق الكبيره، ومن المتوقع ان النادي الاهلي ان شاء الله انه يكون عنده معسكر في المانيا ويلاعب فرق كبيره زي فرانكفورت مثلا على سبيل المثال، لو المعسكر في فرانكفورت يلعب امام أكيد فريق أكيد كبير أكيد، اهميه ده ايه يا كابتن للعيب واهميته ايه للاستعداد للموسم؟ يعني انت دلوقتي لعيب انت ريحته ثلاث اسابيع، بعدته عن الكوره، عملت له عزل كامل ملوش دخل بكره القدم، فانت بتجمع اللعيبه فيها اعداد بدني اكيد طبعا، ان انا بصحي العضلات بجهزها انها هتعمل تاني، في اعداد مهاري ان المهارات بصحيها برجعها بظبطها، المهارات مش هتنساها كلاعب، لكن انا بحاول ان انا ارجعها لك تاني احسسك بيها، لان المهاره من الحاجات اللي ما بتنسي يعني ما حدش ينسى
المهاره طبيعي. اللي بيكتب على الاله الكاتبه دي مهاره، هل ينسى بعد كده لو قعد فتره ما يكتبش؟ لا، لاعب كره القدم برضو كده، بس انا بصحي له العضلات اللي هتساعده في هذه المهاره، وخاصه انه مش هيبقى سلبي كل الثلاث اسابيع، يعني هو هياخد مثلا اسبوع راحه سلبيه وبعدين هيبدا برنامج اللي هو في كوره، هرجعه تاني يخش الجيم ويجري شويه في اعداد تاني اللي هو طموح، اعداد نفسي. اعداد نفسي في ايه؟ ان انا بهيئ اللاعب للمشوار الطويل اللي النادي الاهلي هياخده. انا عندي بطوله كذا وعندي بطوله كذا وعندي بطوله كذا، فاحنا بنحضر لكذا، ده الاعداد النفسي. في اعداد نفسي قصير المدى للفتره اللي احنا فيها، ثم طويل المدى لاخر الموسم فين. فانا بحضر اللاعب ذهنيا ان احنا قدامنا مشوار طويل، وبحضر المجموعه اللعيبه انك ليه في انت بتختار 11، هتلاقي الباقي واحد يزعل واحد يتضايق اللي ما لعبتش ليه الكلام ده. لا، ده ليه انا فردت البرنامج كامل؟ يعني هيستهلك المجموعه دي وقدهم كلهم. واللعيبه عندها كمان خلاص خلفيه، ما بقاش فيه احتياطي واساسي. لا لا، النادي الاهلي كل اللعيبه لعبت، كل اللعيبه لعبت، لازم يعرفوا دلوقتي ان انا الاعداد ده من ضمن الاعداد الذهني والاعداد النفسي والاعداد البدني والاعداد المهاري والاعداد الخططي، كل ده. ثم ان انا بعمل مباريات التجريبيه اللي انا هعملها، فدي برضو مهمه جدا. يبقى انا رجعت عملت الريكفر غير الريكفر اليومي. انت في الدوري بتلعب ريكفر بعد يوم، بتعمل ريكفر بترجع تاني. لا، انا الريكفر بتاعي طويل، لان مش بيخش للعضلات بس، للجهاز العضلي، للجهاز النفسي، للجهاز التنفسي، للجهاز العصبي، كل ده بعمل له ريكفر. الاصابات بتاعتي بترجع بعمل لها ريكفر. النواحي النفسيه عند الاخطاء اللي كانت اللعيبه عندهم زمان ومش عارفين يصلحوا اخطائهم، انت عندك مثلا كان خطا ايه، اوفرتك ما كانتش مظبوطه، شوتك ما كانش مظبوط، كل الحاجات دي هترجع في الفتره دي. بيستغل برضو كابتن عمرو فتره الاعداد المدير الفني ان هو ممكن يحط بدايل لخططه، او يحط كذا طريقه، يحط طرق مختلفه، او يحط على سبيل المثال لو في شايف ان اللعيب كان لازم يتطور في جزئيه معينه ما كانش قادر يطوره بسبب تراكم المباريات وما كانش في وقت، ده وقت مناسب ايضا اللي هي عمليه التدريب الفردي. دايما واحنا في فترات الاعداد كان دايما بيقسمونا مجاميع، يعني بيحصل الاول اختبارات بدنيه ويحطوا كل مجموعه قريبه من بعض، ولكن بيبقى في مجموعه لا انت تزود شويه، او مجموعه انت تقلل شويه، فكل دوت بيروح ويجي في فتره الاعداد. اهميه فتره الاعداد خاصه لفريق بحجم النادي الاهلي عنده مسابقات كتيره جدا وبطولات كبيره جدا في وقت قصير. الفترة اللي كولر كان موجود فيها مباريات الاهلي كانت بتلعب كل 3 و4 ايام، مفيش وقت للتصحيح، كان التصحيح يمكن كابتن فتحي قالها شفهي، اما في الملعب دلوقتي مزبوط. فترة الاعداد هيبقى بشكل تاني، هيبقى فيه التزام. انا الاول كنت بشرح لك شفهي ما عنديش وقت ان انا في الملعب لك عملي، دلوقتي بقى عملي وشفهي، يبقى انت خدت القسط الكبير بتاعك قوي في الوقت في المدة عشان تتعود ان نسبة السلبيات تقل والايجابيات تزيد. ده دي واحد. اتنين، مش لعيبه النادي الاهلي هتتعرف على الراجل لاول مره، هي اتعرفت على شخصيته هو طبعا لعيبه النادي الاهلي طبيعي. فانت اما هتيجي تنافس بقى الروح التنافسيه، انتوا 11 22 اللي هينفذ لي هو اللي هيبقى في الملعب، اللي هينفذ لي هو اللي هيجي في شكل، في لعيبه مش هيقدر يستغنى عنها زي محمد عبد المنعم، زي معلول، زي الشناوي، مروان. طب افرض انا امام قد ايه؟ بس خلي بالك في فترات قبل ما يعني ما ننهي، في فترات الاعداد دي بيبقى في سباق اللي هيثبت هو خلاص الموسم، مش انا انا مش ضامن نفسي ان انا كنت ناهي كويس فحبدا. الموضوع مختلف تماما. احنا يعني كنا بنبقى مع الاجانب، كان ايام هولمان، كانت التنافس في الجري، التنافس في الالتزام، التنافس في العاب الهوا، التنافس في التحفيز في الملعب، لو عملت ريكورد معين ووصلت في العدد ده هتاخد مكافاه. الحاجات دي بيبقى في فترات الاعداد اسماء جديده داخله على الاسماء اللي موجوده وما اتحجزتش للاسماء القديمه. ده صحيح. وعلى فكره ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي هنتكلم بالتفصيل شويه في الملف ده، وكمان اهميه فتره الاعداد، الاصابات، التاهل ل او البري سيزون بيمشي ازاي علشان تبدا موسم قوي. فده ان شاء الله معانا يوم الاثنين اللي جاي في المحترف. لكن طبعا في النهايه كابتن فتحي يعني بتنورنا والله وبتسعدنا بوجودك، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن هاني، شكرا لك كده ان شاء الله لك وللنادي الاهلي يا رب. وان شاء الله في المستقبل باذن الله ان شاء الله. كابتن عمرو بتنورنا وبتشرفنا ودايما متميز يعني. حبيبي يا كابتن هاني، وموسم جديد ان شاء الله للنادي الاهلي على اعلى مستوى، ونشوف بطولات إن شاء الله قادمه باذن الله يا كابتن ان شاء الله.
موسم اكتر من رائع للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل. عندنا الحمد لله عندنا منظومه متكامله باذن الله تستمر النجاحات والبطولات وكل خير لفريقنا النادي الاهلي على جميع المستويات وجميع الفرق الرياضيه. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في المحترف. ليا لقاء مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.